بسم الله الرحمن الرحيم برحب بكل مشاهدينا في قناه الحياه حلقه جديده مع كوره كل يوم ان شاء الله نستمتع بحلقه مميزه النهارده من كوره كل يوم باذن الله وتابع كل الاحداث طبعا مباراه النهائي الكاس بتقترب ما بين الزمالك والاهلي الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادمه حصل بعض المتغيرات كده في المباراه المباراه كانت المفروض تكون الساعه 8 مساء طبعا يوم الجمعه القادمه اتحاد الكوره قرر ان هو هيقدم الماتش شويه المباراه هتبقى 7 ونص 7 ونص بتوقيت ب ب ب ب بتوقيت القاهره توقيت مصر المباراه هتبقى 7 ونص عشان بس الناس متلخبطه ويعني الماتش 8 الماتش 9 لا المباراه كانت هتتلعب الساعه 8 بتوقيت مصر يعني 9 بتوقيت السعوديه ولكن النهارده اتحاد الكوره اعلن ان المباراه هتقام ما بين الزمالك والاهلي ان شاء الله في نهائي كاس مصر يوم الجمعه الساعه سبعة ونص ملعب بيتسع حوالي خمسة الف متفرج التذاكر كلها خلصت الكل منتظر نهائي كاس مصر ما بين الزمالك والاهلي الاهلي والزمالك ان شاء الله نشوف لقاء كبير يعني يبين قد ايه قوه الكوره المصريه وقد ايه عراقه الاهلي والزمالك وتاريخهم الكبير في مصر وفي الوطن العربي وفي قاره افريقيا. طيب هبدا النهارده بالاهلي امبارح بدات بالكلام عن الزمالك وقلت لكم الزمالك وجوميز بيفكر ازاي والكلام ده. النهارده هبدا بقى بالاهلي لان الاهلي فيه برضه يعني بعض الاخبار كده هتودينا في حته ثانيه. أه وسام ابو علي امبارح كنا قلنا ان هو مصاب وبيحاول الجهاز الطبي في النادي الاهلي يعالجه، النهارده أه مستر كولر اعلن قايمه النادي الاهلي بدون وسام ابو علي، وسام ابو علي مش موجود في القائمة يظهر اصابته الشد في العضلة الخلفية مش هيلحق يخف قبل مباراة الزمالك يوم الجمعة القادمة فتم استبعاده مش هيسافر بكرة مع النادي الأهلي إلى السعودية القائمة بتضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمود الزنفالي وحمزة علاء ثلاث حراس مرمى محمد عبد المنعم رامي ربيعة خالد عبد الفتاح علي معلول عمر كمال عبد الواحد محمد هاني كريم فؤاد أكرم توفيق مروان عطيه عمرو السلية احمد نبيل كوكا كريم نادفد امام عاشور قفشه والشحات حسين الشحات وطاهر محمد طاهر رضا سليم بيرسي تاو كهربا مودست في طبعا غيابات في النادي الاهلي وسام ابو علي مصاب طبعا الشناوي مصاب كريم الدبيس محمود متولي احمد عبد القادر اليو ديانج محمد الضاوي ياسر ابراهيم كل اللعيبه دي مش موجوده مع الاهلي في المباراه القادمه وفي طبعا اصابات طويله يعني لسه اليو ديانج كمان عامل عمليه النهارده في النمسا في رجبته العمليه اللي انا قلت لكم عليها من حوالي اسبوعين تنظيف في الركبه كده وازاله بعض الشوائب من الركبه يعني هياخد حوالي شهر ونص شهرين شهرين كده وبعدين يعني يبدا يلعب ماتشات تاني مع النادي الاهلي طبعا العمليه دي بتخليه شويه يبعد يعني يعمل علاج طبيعي وتاهيل و ويرجع تاني من الاصابه بتاخد حوالي شهر ونص شهرين على عوده اليو ديانج مره اخرى وبيني وبينكم يعني الكلام اللي احنا عارفينه ان اليو ديانج النادي الاهلي بي بيحاول يسوقوا بره مصر في اي دوله خليجيه عشان يعني يبيعوا بيعه بيع كويسه ويقدر يستفيد بيه يعني يستفيد ماديا ويجيب يتعاقد مع لعيب اجنبي اخر في الفتره القادمه رغم ان اليو ديانج من اللعيبه المميزه اللي عملت مواسم رائعه الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي والاصابه اللي عنده برضه عشان الناس ما تربطش ما بين كلامي والاصابه الاصابه مش جامده وعنده بعض الالتهابات في الركبه فبيعمل عمليه تنظيف كده يعني انا حتى عملت عمليه التنظيف دي قبل كده في الركبه بيبقى ساعات الركبه فيه التهابات في عظم مكسر كده في اربطه متقطعه حاجات بسيطه كده يعني مش حاجات كبيره الدكتور بيخش بالمنظار في الركبه بينظف الحاجات دي كلها بيبقى خرم صغير كده المنظار بينظف الركبه وبعد كده بياخد فتره علاج طبيعي شهر شهر ونص وبعدين بيبقى موجود في الملعب يعني حاجه بسيطه جدا مش حاجه إصابة جامدة يعني إصابة مؤثرة لا إصابة بسيطة جدا ف يعني كذا لعيب مش موجود في النادي الأهلي وطبعا كان أخرهم وسام أبو علي اللي إحنا كلنا كنا مستنيين هل وسام أبو علي هيلعب ولا مش هيلعب امبارح أنا قلت لكم عنده إصابة هو وكريم نيدفيد كريم نيدفيد كريم عنده العضلة الضامة وسام أبو علي العضلة الخلفية هتقولي طب هو وسام لحق عشان يتعور وسام أبو علي آخر ماتشين بدأ يلعب مع النادي الأهلي الماتش اللي فات ماتش البلدية بدأ المباراة واشتغل بشكل كويس الماتش اللي قبليها بتاع مدياما نزل جزء فبدا يعني ايه ممكن بقاله فتره ما كانش بيلعب مع النادي الاهلي ماتشات رسميه خلي بالكم ماتشات الرسميه غير الماتشات الوديه وبالتالي مع اللعب والمجهود البدني وهو راجل عايز يظهر بشكل كويس وعمل ماتش البلديه كويس وجاب جونين فحس بشد في العضله الخلفيه بتحصل يعني بتحصل دي اهدافه طبعا في المباراه اللي فاتت كانت اول مشاركه ليه في الدوري مع الاهلي وقدر يحرز هدفين في بلديه المحله ده الهدف الاول وبعديها الهدف الثاني كان في الشوط الثاني من ضربه جزاء لوسام ابو علي وسام ابو علي خارج قائمه الاهلي في مباراه نهائي كاس مصر طيب ده هيودينا بقى في حته تانية في مركز الخط الهجوم هل هل كولر هيلعب بمودست انطوني مودست لو, لو لو انا مدرب الاهلي لا مش هبدا بمودست مش هبدا بمودست هبدا بكهربا او هحط طاهر محمد طاهر وخلي خلي بالكم كولر برضو دلوقتي مزنوق الراجل اللي لسه مصرح من ثلاث اربع ايام او من اسبوع ان كهربا دلوقتي بقى رقم ثلاثه وكهربا بعد عشان ما من ناحيه فنيه وعشان مش عارف لما ما سافرش مع الاهلي غانا فهل كولر هيعند وما يلعبش كهربا؟ انا انا لو مدرب الاهلي مش هلعب بمودست ماتش زي ده ما العبش بمودست خلي بالكم ممكن مودست يبقى كويس في الماتش ويجيب جون ولا حاجه ممكن طبيعي لكن انا كمستوى مودست ما يلعبش مهاجم لوحده انا دي وجهه نظري مودست يلعب امتى مودست يلعب لما الاهلي يكون عايز يكسب في جزء من الماتش ويكون بيلعب بمهاجم ويحط مودست جنبه مودست لوحده ما يلعبش مودست بطيء حركته بطيئه جدا ما بيع يعني بيعتمد بشكل كلي على الكور العرضيه سواء بدماغه برجله يعني محتاج ان الاهلي يعمل كرات عرضيه كتير لكن في الانطلاقات في التحركات مثلا زي الجون بتاع اسامه ابو علي ده هتلاقيه بيتحرك وبيقطع وبيسبق المدافع لا مش هتلاقي الحاجات دي انه بطيء ويعني سرعته بطيئه جدا فمش هيقدر يعمل الشغل اللي النادي الاهلي عايزه او مستر كولر عايزه كولر او 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 مودست هو وظيفته يبقى جوه ال 18 يسجل بدماغه برجله لكن الحاجات اللي هي المساحات الكبيره دي مش هتلاقيه بيعملها وخلي بالكم ماتش البلديه برضو اللي فات كان فيه مساحات كتيره في دفاع بلديه المحله يعني ومودست لما نزل كانت المباراه مفتوحه يعني الاهلي كان كسبان برقم كبير يعني طيب كولر هيعمل ايه هل هيلعب بمودست ممكن لو لو كولر بقى حاطط عامل ترتيب ان رقم واحد وسام ابو علي ورقم اتنين مودست ورقم ثلاثة كهرباء فكده خلاص دور دور موديست وسام ابو علي رقم واحد مش موجود لكن انا بقول لكم من وجهة نظري هيبقى خطأ فني كبير لكولر لو بدأ بموديست يا اما يلاعب كهرباء ومش عارف الموقف ده ان كانت العلاقة الفترة اللي فاتت ما بين كهرباء وكولر مش احسن حاجة بعد الموقف الأخير وبرضه من بيني وبينكم كولر جوه دماغه بيفكر في طاهر محمد طاهر ان هو برضو هيوظفه في الحتة دي ليه ان هو عنده أجنحة كتير عنده كريم فؤاد وعنده بيرسي تاو وعنده حسين الشحات وعنده رضا سليم عنده في المركز ده بس ما عندوش مهاجمين كتير ما عندوش مهاجمين كتير ما عندوش غير مودست وكهربا وهيوظف طاهر محمد طاهر كمهاجم زي ما عمل قبل كده زي ما عمل قبل كده خلي بالكم ممكن يحط بيرسي تاو مهاجم بس يعني من ساعة ما بيرسي تاو بيلعب جناح وهو ظهر بمستوى مميز بيرسي تاو برضه مش مهاجم صندوق او ما عندوش القدرات الجسمانيه القويه قصير هو يعني مش مش قوي كمهاجم صندوق يعني او مهاجم رقم تسعة فخلينا نشوف لكن هي دلوقتي اتحصرت مركز المهاجم اتحصر ما بين مودست وكهربا وهيدخل معاه كمان طاهر محمد طاهر يوظفه في مركز المهاجم خلينا نشوف ايه اللي هيحصل وهنشوف بقى دماغ كولر هتوديه لفين في قصه المهاجم بعد اصابه وغياب وسام ابو علي طيب ده بالنسبه للاهلي الاهلي مسافر بكره ان شاء الله الى السعوديه طبعا الزمالك موجود في السعوديه من امبارح واحنا كنا متابعين يعني سفر الزمالك واستقبال هناك المسؤولين في السعوديه اشقائنا بعثه نادي الزمالك طبعا بكره هيبقى في استقبال برضه رائع لبعثه النادي الاهلي ان شاء الله الجهاز الفني المنتخب مصر واتحاد الكوره والمسؤولين عن الكره المصريه والشركه المتحده الرياضه كلهم في السعوديه مستعدين طبعا لمباراه نهائي كاس مصر يوم الجمعه واحنا كمان منتظرين ومترقبين نشوف النهائي ان شاء الله هيكون حاجه شيك جدا وحاجه طليق بمصر والسعوديه وان شاء الله نستمتع بمباراه نهائي كاس مصر باذن الله. النهارده المسؤولين في اتحاد الكوره حددوا اللائحه بتاعه نهائي كاس مصر، لائحه البطوله او لائحه المباراه النهائيه، في حاله التعادل في الوقت الاصلي من المباراه هيتم اللجوء الى الوقت الاضافي اكسترا تايم نص ساعه على شوطين، في حاله التعادل ايضا في الاكسترا تايم او الوقت الاضافي هيتم اللجوء الى ضربات الترجيح. ضربات الترجيح الزمالك هو صاحب الملعب ان زي ما قلت لكم عملوا قرعه من فتره كده مين اللي هيكون صاحب الملعب آه عشان دي مباراه كاس مصر مش مباراه دوري لازم فريق يبقى هو الفريق الاساسي وفريق الثاني هو الفريق التاني يعني هو الضيف فالزمالك كسب القرعه والزمالك زي ما قلت لكم قبل كده هيلعب الطقم الابيض بتاعه بالكامل زي الاساسي بتاع نادي الزمالك الاهلي هو اللي هيغير انتوا الان انتوا عارفين الاهلي دايما بيلعب بشرت احمر وشورت ابيض وشراب احمر بس طبعا الشر... الشرط هيبقى ابيض زي الزمالك فاكيد الاهلي هيغير الشرط بقى مش عارف هيغيره احمر هيغيره اسود لكن هيلعب بشرط مختلف عن اللون الابيض اللي بيلعب بيه نادي الزمالك وقال لك برضو التعليمات ان في حاله الانسحاب اي فريق قبل او اثناء المباراه فهذا يعني تتويج الفريق الاخر باللقب خلينا نروح بقى لحكم المباراه دارانكو او دارونكو الحكم البرازيلي احنا امبارح جات لنا الخبر واحنا كنا على الهوا وانا قلت لكم بس طبعا النهارده جايب لكم بقى ايه معلومات عن الحكم والحكم ما شاء الله شفت الصور بتاعته يعني بيلعب تحس انه بيلعب كمال اجسام عضلات ومنفوخ ومش عارف ايه فيعني اعتقد اللعيبه لما تشوف الحكم ده ما حدش هيقدر يعترض عليه حكم برازيلي عنده 43 سنه مواليد 1981 عنده خبرات عديده طبعا في مسيرته وحصل على الشاره الدوليه سنه 2014 يعني بقاله 10 سنين حكم دولي كان بيشتغل مدرس تربية بدنية يعني مدرس ألعاب قبل أن يحترف التحكيم ويعني زي ما انتم شايفين جسمه حتى هنشوف صوره في الملعب دلوقتي عضلات ودراعات وصدر وحاجة جامدة جدا يعني كده حاجة كمال أجسام يعني وزنه حوالي 89 كيلو جرام وطول الحكم دورونكو دارونكو حوالي متر 82 سنتي على مستوى يعني الماتشات اللي حكمها في الموسم الحالي ادار عشر ماتشات اشهر 30 بطاقه صفرا 30 بطاقه صفراء وبطاقه حمراء وحيده واحتسب ثلاث ضربات جزاء في اخر عشر ماتشات او ال ماتشات اللي حكمهم السنه دي ده حكم المباراه هو اللي هو بشعره ابيض ده دارونكو هو حكم ساحه وهنا كان بيحكم حتى ماتشات في الدوري البرازيلي زي ما انتم شايفين من الحكام الكبار في البرازيل وحكم بعض الماتشات في الدوري السعودي على فكره. وكمان أدار نهائي كوبا كوبا أمريكا اللي هو نهائي بطولة أمريكا الجنوبية ما بين فلامينجو وساو باولو فلامينجو البرازيلي وساو باولو كان حكم النهائي نهائي كوبا أمريكا فيعني من الحكام الكبار وفي خلال مسيرته بقى أدار 451 مباراة اشهر 1905 بطاقه صفراء و47 بطاقه حمراء او 63 بطاقه حمراء بشكل مباشر واحتسب حوالي 108 ضربه جزاء ده دا تاريخ دارونكو الحكم البرازيلي اللي هيحكم بصوا ما شاء الله يعني حكم شكله قوي جدا ويعني بادي بيلدينج كده ومن الحكام الاقوياء جدا يعني بصوا <applause> اعتقدش ان في حد من لعيبه الفريقين هيعترضوا عليه طيب خلينا نروح للكابتن جهاد جريشه هنا ب... هنا الصوره دي بص هالك ده هالك اه مهاجم برازيلي بيلعب في زينه سان بيترسبورج في روسيا وهالك اساسا يعني جته لكن جنب اه هالك دلوقتي اللاعب البرازيلي بيلعب في اتلتيكو مينيرو في البرازيل وهالك جنبه يعني عصفوره جنب دارونكو مم. فمن الحكام جسمه جامد كابتن جهاد معانا كابتن جهاد جريشه حكمنا طبعا السابق نشوف كده معلوماته ايه عن دارونكو الحكم البرازيلي اللي هيحكم مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله في نهائي كاس مصر يا كابتن جهاد ازاي حضرتك كابتن كريم مشاهدينا الله يخليك كابتن جهاد يا كابتن جهاد انا معاك الكابتن سامعك اه دارونكو ما شاء الله جسمه جامد قوي دي اجمل حاجه في جسمه بس <applause> بص يا كابتن بص يا كابتن كريم انا انا دلوقتي طبعا انا 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 مع مش كنتش مع القرار ان يجي حكم اجنبي يحكم ماتش ألو والزمالك بعد النجاح الكبير للحكام المصريين تمام الكلام اللي طلع واتقال اعفاء الحكام المصريين من الحرج حرج ايه اذا كان عندنا حكام مصر لعبت قبل نهائي كاس أم افريقيا ولعبت مباريات مهمه جدا في البطولات الكبيره فمفيش حرج لان في الاخر مباراه هتبقى تقنيه فيديو على اعلى مستوى تصوير على اعلى مستوى اجواء أيوة على اعلى مستوى كان الحكم الحكم المصري قادر ينجح جدا ونسوق حكامنا الكبار اللي شرفونا في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت احلى تسويق للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي تمام فكان بالنسبه لنا ده فرصه كبيره لتسويق حكامنا عشان الوصول لكاس العالم 2026 ده الهدف الاساسي اللي لازم نشتغل عليه كلنا اتحاد كوره لجنه حكام اي حد مسؤول عن التحكيم عشان نوصل بكاس العالم 2026 مش مجرد نحن احنا كنا كرمناه يا كريم وفي الاخر نجيب حاكم اجنبي من بره طب احنا لما جبنا حاكم اجنبي من البرازيل ما جبناش رقم واحد في البرازيل يعني رقم واحد في البرازيل سامبايو ده الحاكم اللي لعب آه. كان فار في 2018 ولعب في 2022 كحاكم ساحه ده الحاكم رقم واحد في البرازيل الحاكم اللي احنا بنتكلم عليه النهارده السي بتاعه كله هو داخل دولي هو 43 سنه داخل دولي 2014 <applause> أه انا قلت المعلومات حك... دي اه قلتك. من حكام النخبه اه لكن ما لعبش بطولات مجمعه يعني بطوله امريكا الجنوبيه اللي تجمع هو لعب نهائي دوري زي دوري, دوري ابطال افريقيا كده لعب اه دوري ابطال امريكا الجنوبيه لكن ما لعبش اللي هو الليبرتادوريس الليبرتادوريس أم... <applause> ما لعبش كاس امم زي كاس امم افريقيا تمام يعني حكامنا لعبوا 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 منافسات اعلى من اللي هو لعبها ما راحش كاس عالم شباب ما راحش زي او زي امين وزي محمد معروف ما راحش كاس عالم ما ترشحش لكاس عالم زي حكامنا المرشحين لكاس عالم فبتكلم لو هتقارن طيب اتفرجت عليه كابتن جهاد يعني اتفرجت عليه في ماتشات قبل كده تعرف صفاته هو لعب ماتش في السعوديه شفته بس مش 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 حاجه كثيره هو يعني شفت شفته في ماتش في السعوديه في الدوري السعودي مره بالصدفه ولكن انت بتتفرج على الحكم لان طول الوقت بتشوف ماتشات كبيره انا يعني ما شفتوش الا في ماتشات قليله ويمكن نهائي يعني ما تعرفش صفاته عصبي هادي انا شفته في لقطات ان هو بيتخانق يعني الموضوع العصبيه والقصه دي كانت موجوده وعلى فكره ده موجود طول الوقت في امريكا الجنوبيه على فكره آه مش هو بس يعني امريكا الجنوبيه ده ده لل... عالي شويه في امريكا الجنوبيه الانطباع عندهم عالي جدا بالنسبه للنرفزه بالنسبه بالنسبه للصوت العالي الشخط الحاجات دي موجوده على فكره معظم حكام امريكا الجنوبيه حتى لما كانوا بيجوا معانا آه كاس عالم شباب او اولمبياد او كاس عالم مم. هم ده ده طبعهم اللي موجود في الحساسيه المباريات اللي عندهم والنرفزه الكبيره اللي عندهم في المباريات فبالتالي هو ده الطابع بتاعه الانذارات والكروت الحمراء والصفراء على طول طول الوقت هتلاقيها موجوده تمام. وبسهوله جدا مش ما فيش فيها تفكير يعني تمام. فما بتاخرش او او ان هو ياخر كروت لا مش هتلاقي ده مش هتلاقي زي اوروبا مش هتلاقي زي افريقيا الكروت تبقى شويه عليها لا هتلاقي الانذارات سريعه جدا يعني احنا احنا نتمنى ان شاء الله ان هو يبقى يعني موفق يوم المباراه ويعمل نتمنى له التوفيق آه لان طبع. في الاخر دي 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 مصر في الاخر مباراه نهائي كاس مصر تهمنا كلنا نتمنى التوفيق لكن انا بكلمك يا كريم بمنتهى الامانه على الاختيار آه انت كنت بتتمنى ان يكون حكام مصريين انا انا طول الوقت مع التحكيم المصري وطول الوقت مع حكامنا المصريين وخاصه في الوقت الحالي أي. يعني خلاص انت انت عندك اثنين مرشحين كاس عالم لازم لهم كل الدعم الدعم على فكره مش مجرد مش مجرد تكريم كريم الدعم طول الوقت ان انا بثق فيك وبقى لي العام كله ان انا واثق فيك وبالتالي انا مصر عليك وعلى فكره هينجحوا في اي ماتش واعلى ماتش هينجحوا فيه ان شاء الله لا يكون خير يعني ما فيش مشكله برضه مباراه حساسه الأهل ما بين الاهلي والزمالك وبرضه لما تجيب حكم اجنبي يعني حتى لو برازيلي او اي جنسيه برضه بيبقى بتحس ممكن الناس بتحس شويه انه ما فيش حد هيتاثر بالضغوط المصريين ممكن في ماتش اهلي وزمالك يتاثروا بالضغوط لكن احنا خلاص حكمنا زي ما انت بتقول اه عدينا المرحله دي وخلاص الاختيار حصل بالزبط. نتمنى الحاكم اللي جاي ده نتمنى له التوفيق نتمنى ان بعد الماتش نتكلم عليه بايجابيه ما فيش ما فيش سلبيات او ما فيش في فرقه من الفرقتين تتكلم عليه بسلبيه نتمنى ان شاء الله المباراه تطلع كمهرجان محترم يليق الكرة المصريه ان شاء الله لكن انا بكلمك طول الوقت التحكيم هو هو اللي عملنا فاحنا متحيزين دايما للتحكيم المصري امم اكيد بشكرك يا كابتن جهاد وان شاء الله نتمنى للطاقم التحكيم البرازيلي التوفيق بقياده اندرسون دارونكو الحكم البرازيلي اللي هيحكم مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله الاتحاد الافريقي حدد يوم 12 مارس بعد ما كنا الكلام كان طالع ان قرعه دوري الابطال وقرعه الكونفدراليه بالنسبه لدور الثمانيه هيكون 13 النهارده الاتحاد الافريقي اعلن ان موعد اجراء القرعه يوم 12 مارس القادم ان شاء الله اللي هو يوم الثلاث اللي جاي يعني الساعه أه 2 الظهر أه يوم الثلاث القادم ده هيبقى اول يوم رمضان على فكره يوم الثلاث يوم ال يوم الثلاث اه يوم الثلاث هيبقى اول يوم لا يوم الاثنين اه اول يوم رمضان هيبقى الاثنين القرعه الثلاث اللي هي ثاني يوم رمضان اللي هو يوم 12 وهتكون قرعه الكونفدراليه في تمام الساعه 2 او الساعه الثانيه ان شاء الله ظهرا بتوقيت القاهرة وبعديها بساعة الساعة 3 هتكون برضو قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا الفرق الثمانية اللي تأهلوا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال الأهلي أسك ميموزا الإيفواري سان داونز الجنوب أفريقي بترو أتلتيكو الأنجولي مازيمبي الكونغولي سيمبا التنزاني الترجي التونسي ويانج أفريكانز التنزاني طبعاً إحنا قلنا الأهلي طلع أول مجموعته فهيلعب مع أحد الفرق اللي احتلت المركز الثاني ما بين مازيمبي الكونغولي ما بين سيمبا التنزاني ما بين الترجي التونسي القرعة لازم هتجيب واحد من الثلاث فرق دول عشان يواجه النادي الأهلي في دور الثمانية وزي ما قلت لكم الأهلي هو أول مجموعته وبالتالي هيلعب ماتش العودة في دور الثمانية هنا في مصر في استاد القاهرة ودي ميزة لأصحاب المراكز الأولى في المجموعات بالنسبة للكونفدرالية اللي تأهل لدور الثمانية عندنا فرقتين من مصر الزمالك ومودرن فيوتشر، اتحاد الجزائر، دريمز الغاني، نهضه بركان المغربي، ابو سليم الليبي، ريفرز يونايتد النيجيري، واستاد مالي المالي، وزي ما قلت لكم برضه الزمالك خد المركز الاول في مجموعته، فيا اما هيلعب مع احد الفرق اصحاب المركز الثاني في المجموعات الاخرى، يا آه، اما هيلعب مع فريق ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، يا اما هيلعب مع فريق استاد مالي آه، بطل مالي، يا اما هيلعب مع مودرن فيوتشر بطل مصر، واحنا ما نتمناش ان الزمالك يواجه مودرن في دور الثمانيه عشان عايزين الزمالك ان شاء الله يكمل وعايزين مودرن يكمل مش عايزين الاتنين المصريين يلعبوا بعض عشان واحد منهم هيخرج فان شاء الله يعني الزمالك ومودرن فيوتشر القرعه ما تجيبهمش مع بعض في دور الثمانيه تمام تمام النهارده مارسيل كولر قعد مع كهربا جلسه كده قبل التدريبات وكولر طلب من كهربا التركيز و ان هو يعني يطلع كل الجهد بتاعه في التدريبات عشان ممكن يشاركوا في المباراه وواضح كده بعد يعني من خلال الجلسه دي الاجواء بدات تتلطف ما بين كولر وكهرباء بس ال ال الواضح ان كولر هيلعب بمودست زي ما قلت لكم من شويه هيبدا بمودست الزمالك النهارده برضو واصل تدريباته في السعوديه دي بعض الاهداف ليه الاهلي ولقاءات الاهلي والزمالك اهو بصوا الاهلي بقى ممكن هيلعب بالطقم ده احمر فأحمر عشان الزمالك هيلعب ابيض في فدي بعض الاهداف ويعني زي ما قلت لكم مباراه كبيره ومباراه محدش يقدر يتوقعها خلي بالكم التوقعات في النتيجه ماتشات اهلي والزمالك طول عمرها ما تقدرش تتوقع النتيجه النهارده لعيبه الزمالك عملت ممر شرفي لشيكابالا وسامسون ايكونولا في التدريب عشان عيد ميلادهم كان النهارده وطبعا اللعيبه والجهاز الفني هنوا شيكابالا وسامسون ايكونولا بعيد ميلادهم دي صور النهارده من تدريبات الزمالك في السعوديه كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والكابتن هشام نصر نائب الرئيس والكابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره تابعوا التدريب النهارده ويعني بيشجعوا طبعا وبيأزروا فرقتهم وبيساندوا نادي الزمالك وعملوا اجتماع كده مبسط او صغير مع الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة عشان يشوفوا يعني احتياجات الفرقه واستعداداتهم ليه مباراة يوم الجمعة القادمة يعني الكلام طالع أن جامز مدرب الزمالك بيفاضل ما بين محمد شحاتة وناصر ماهر اللعيب اللي احنا كنا بنتكلم فيه امبارح في نص الملعب أنا ما أعتقدش أنه هيبدأ بمحمد شحاتة مباراة الأهلي زي ما قلت لكم امبارح في اعتقادي في توقعاتي أنه هيلعب جامز بعمر جابر ظهير أيمن بناحية الشمال أحمد فتوح بـ بالمسلوسي بحمزه المسلوسي بحسام عبد المجيد في قلب الدفاع صبحي حارس مرمى نبيل عماد دونجا في نص الملعب قدامه عبد الله الصعيد ممكن نشوف يوسف اوباما ناحيه اليمين زيزو ناحيه الشمال ممكن ناصر ماهر او مصطفى شلبي وممكن طبعا في او يعني بشكل مؤكد هيبقى مهاجم نادي الزمالك في مباراه الاهلي هو ناصر منسي ده التشكيل الاقرب هو بس الاختلاف عندي في واحد في نص الملعب هنشوف مين يعني هنشوف مين اللي هيلعب في نص الملعب هل اوباما هيبدا هل ناصر ماهر هيبدا مع عبد الله السعيد ودونجا دي دي بقى حسبه لسه هنشوف جوميز هيفكر فيها ازاي خلال ال 48 ساعه اللي جايه. بالنسبه خليني اقول لكم برده حاجه عشان ايه الناس ما تقولش انت كريم ما بيقولش العقوبات عشان انا اتوقفت النهارده برده رابطه الانديه عشان نبقى إيه يعني بنتكلم حق ربنا ونقول كل حاجه يعني بس انا اتظلمت شويه في القصه يعني. رابطه الانديه النهارده بتعلن عقوبات الجوله ال 14 في دوري دوري نايل دوري المصري مباراه سموحه ومودرن فيوتشر شهدت ثلاث ايقافات محمد مغربي لاعب سموحه مباراه واحده بسبب الطرد بعد الحصول على انذارين ايقاف محمود رزق لاعب فيوتشر مباراه واحده بسبب الطرد برضه المنع فرصه محققه ايقاف محمد صديق مدرب مودرن فيوتشر مباراتين مع غرامه ألف جنيه بسبب تصرفه غير الرياضي مع مراقب المباراه توقيع غرامة مالية على فيوتشر 25 ألف جنيه بعد دخول هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي ممر غرف الحكام للاعتراض على الحكم دي عقوبات لفريق مودرن فيوتشر في مباراة فيوتشر وسموحة المباراة اللي كانت اللي فاتت بالنسبة لمباراة فاركو والبنك الأهلي كان في بعض العقوبات برضو في إيقاف عليا أنا كريم حسن شحاتة مدير الكرة في نادي البنك الأهلي مباراة واحدة وغرامة 20 ألف جنيه بسبب الطرد بعد نزول لأرضية الملعب للاعتراض على الحكم مع توقيع غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب من المباراة وعدم استكمالها أنا بص مش عايز استخدم برنامجي عشان أقول حاجة لكن أنا أولا ما نزلتش أرضية الملعب كنت واقف أه كنت بعترض على الحكم فعلا في مباراة الفاركو والبنك الأهلي اللي كان فيه هدف احتسب غير صحيح من وجهة نظري بس ما نزلتش أرض الملعب واعترضت بدون أي يعني لفظ خارج او اي حاجه وانا بحترم طبعا القرارات وكل حاجه بس انا اتظلمت في القصه دي ثانيا مش عارف توقيع غرامه ألف جنيه على على كريم حسن شحاته للتحريض على الانسحاب من المباراه وعدم استكمالها اولا احنا اعترضنا على الحكم فعلا واثبتت الاعتراض ده ان كان يوميها ما كانش فيه فار في المباراه كان الفار معطل وفعلا اثبتنا ان الكره هدف غير صحيح الهدف اللي دخل غير صحيح كان فيه فاول على مهاجم فاركو وما ما يعني ما حرطتش فرقتي على الانسحاب من المباراه احنا كنا مستنين نشوف الفار هيشتغل ولا مش هيشتغل عشان الفار يقول للحكم ان الهدف مش صحيح وفريق البنك الاهلي كمل المباراه انا لا املك كمدير كوره او اي مسؤول في اي نادي ان هو ياخد قرار انسحاب من, من مباراه ده بيبقى قرار مجلس اداره، قرار رئيس النادي، نائب رئيس النادي، لا املك ان مدير كوره او مدرب ياخد قرار الانسحاب من مباراه، مش عارف شايفها عقوبه كبيره، بس انا مش هعلق الكلام ده عشان يعني ما يبقاش انا بستخدم البرنامج في حاجه شخصيه، لكن اول مره اشوفها بصراحه 100 ألف جنيه في تحريض على الانسحاب، يعني ما شفتهاش بصراحه قبل كده، وفريق البنك الاهلي كمل المباراه رغم رغم الظلم اللي وقع على الفريق من احتساب هدف غير صحيح في مباراة فاركو وكمان غرامة مالية على نادي البنك الأهلي عشرين ألف جنيه بعد الاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري على حكم المباراة وده حصل فعلا اعتراض جماعي بسبب احتساب اعتراض مشروع يعني أكيد أنت لما بتتظلم أو بتحسب عليك حاجة مش مظبوطة هتعترض على الحكم بس ما فيش حد عمل سلوك خارج ما فيش حد عمل حاجة فأنا شايف عقوبات قوية على فريق البنك الأهلي وعلي أنا شخصيا رغم ان احنا اتظلمنا في المباراه باعتراف كل خبراء التحكيم في مصر بعد المباراه اكتشفنا فعلا ان الكلام اللي احنا قلناه واعتراضنا على حكم المباراه عشان الهدف ما كانش مظبوط بس ما فيش مشكله يعني انا بسلك الامور الشرعيه وعملت تظلم على العقوبه وما عنديش مشكله ان انا اعلن عقوبه عليا ما انا في الاخر بني ادم ويعني زي زي اي انسان او اي مسؤول بيشتغل وبسلك الامور الشرعيه ما فيش اي مشكله لكن انا حاسس ان فيها ظلم شويه يعني. مش طيب خلينا برضو نقول آه كابتن حسام حسن نزل خبر النهاردة كده ان كابتن حسام حسن المدير الفني المنتخب مصر آه استقر على ضم محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز ومصطفى فتحي لمعسكر المنتخب القادم الاثنين فعلا لعيبة كويسة جدا سواء محمد رضا بوبو او مصطفى فتحي يعني في كلام كده ان هم هينضموا لقائمه منتخب مصر في المعسكر القادم. طيب كمان عايز اقول لكم حاجه برضه عشان ايه نكون بنتكلم برضو في كل حاجه النهارده كنت عملت تليفون كلمت الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه عشان كنت بساله عن النظام الدوري الجديد بتاع السنه الجايه وعايز اعرف فكره يعني في الموضوع، فالراجل قال كلام النهارده اقنعني انتوا فاكرين اليومين الثلاثة اللي فاتوا كان الاستاذ احمد دياب طلع وقال ان احنا عايزين نعمل موسم استثنائي الموسم القادم عشان يعني نقدر نخلص الدوري بدري السنه الجايه مش السنه دي عشان السنه الجايه في ارتباطات في كاس عالم انديه وفي بطوله افريقيا هتتعمل في المغرب في شهر 7 وعشرين عشرين فلو لعبنا الدوري بنظامه الطبيعي ده مش هنلحق فانا قعدت اتناقش معاه نعرف يعني ليه هو عايز يعمل النظام ده فقعد يتكلم معايا فقال لي طبعا السنه دي التاجيلات ماتشات الاهلي دي حاجة إجباري يعني مش بمزاج ربطة الأندية أو لجنة المسابقات ليه؟ قال لي أولا الأهلي لعب مباراة السوبر الأفريقي مع بطل الجزائر في السعودية في بداية الموسم ثانيا الأهلي لعب مباراة أو لعب بطولة الدوري السوبر اللي هو السوبر ليج الأفريقي لمدة 25 يوم وال25 يوم الاتحاد الأفريقي رفض ان الاهلي يتلعب له اي ماتشات في الدوري المصري غير لما البطوله تخلص بتاعت السوبر او ماتشات الاهلي تخلص في بطوله السوبر فكان غصب عن رابطه الانديه ان هم ي... لازم هياجلوا ماتشات الاهلي ان خلاص ده قرار من الاتحاد الافريقي للاهلي ما يلعبش في الدوري المصري عشان بيشارك في دوري السوبر الافريقي وبعدين جه كاس العالم للانديه في شهر 12 وبعدين جت بطوله السوبر المصري فكان الفتره دي قال لي يا كريم انت قلت ان الاهلي بقاله كتير ما لعبش في الدوري قلت له اه انا قلت الاهلي قعد ثلاث شهور ما يلعبش في الدوري قال لي طب انا بقى بشرح لك ليه الاهلي ما لعبش في الدوري الفتره دي مشاركته في كاس العالم الانديه مشاركته في دوري السوبر الافريقي فكنا مجبرين يا اما هنوقف الدوري كله والانديه ما تلعبش بس هيبقى كتير جدا الانديه ما تلعبش فتره كبيره يا اما هناجل ماتشات الاهلي ان الاهلي مشارك في دوري السوبر الافريقي وبعديها في كاس العالم الأندية فقلت له طب بس في تاجيلات حصلت قبل بطوله افريقيا الاهلي مش عارف يتاجل له ماتش او ماتشين الزمالك مش عارف ايه انا طبعا قصتي كانت الاهلي عشان الاهلي هو الفريق الاقل ع... يعني لعب ماتشات اقل ع... قال لي يا كريم قبل بطوله افريقيا آه... فيتوريا طلب عشان إراحة اللعيبه بتاعت الاهلي لان لعيبه الاهلي لعبت ماتشات كتير وعندنا بطوله افريقيا فالراجل طلب فيتوريا إن يريح اللعيبه قبل المعسكر عشان الاصابات وعشان اللعيبه ما يحصلهاش اجهاد فاضطرينا ناجل مباراه الاهلي مش فاكر كانت مباراه الاهلي ولي. مهم قلت له طيب انت السا... هنخلص الدوري امتى السنه دي قال لي الدوري هيخلص السنه دي 10 اغسطس ان لسه في بطولات شغاله وفي اجنده دوليه في شهر 3 وفي اجنده دوليه للمنتخب في شهر 6 فهنضطر نخلص الدوري السنه دي 10 8 طب قلت له طب والدوري الجديد هنبداه امتى قال لي الدوري الجديد هنبداه 15 9 الدوري بتاع السنه الجايه هنبداه السنه دي 15 9 طيب إيه ليه يا استاذ احمد كان قلت له ليه يا استاذ احمد مش هنلحق مش حنال مش هنلحق نلعب الدوري السنه الجايه بنظامه العادي نظامه الطبيعي اللي احنا بنلعبه 18 فرقه دوري من دورين قال لي عشان عندي مشكله ان الدوري بتاع السنه الجايه لازم يخلص في شهر إيه في اخر خمسه اخر خمسه اللي هو 2025 يعني الدوري الجديد اللي احنا المفروض هنبداه في شهر 9 15 9 لازم يخلص قبل بداية شهر 6، طب قلت له ليه؟ قال لي عندنا كأس عالم للأندية بشكلها الجديد 32 نادي الأهلي مشارك فيها وبعد كأس العالم للأندية في شهر 6 هيبقى في شهر 7 في آخر شهر 6 وشهر 7 بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات في المغرب هتتعمل في الصيف فلازم أخلص الدوري في شهر 5 خمس. 2025 وطبعا لو عملنا معجزة وعملنا المستحيل لو بنلعب الدوري من 18 فريق لا يمكن هنخلص 34 اسبوع قبل شهر ان احنا هنبدا الدوري حتى في نص تسعة فصعب جدا ان احنا نخلص الدوري قبل كاس العالم الأندية وقبل بطولة أمم أفريقيا قلت له طيب الحل إيه؟ قال لي الحل لازم يبقى في موسم استثنائي نعمل دوري زي التجربة البلجيكية اللي هو عامل زي دوري المحترفين عندنا نعمل ال 18 فلق يلعبوا دوري من دور واحد يعني 17 أسبوع وناخد العشرة الاوائل يلعبوا على البطوله والثمانيه اللي هم بيحتلوا من المركز ال11 للمركز ال18 الثمانيه دول يلعبوا على عدم الهبوط مجموعه تانية عدم الهبوط. قلت له طيب الدوري ده فيه تكافؤ فرص؟ قال لي بقدر الامكان هنحاول يبقى فيه تكافؤ فرص هنعمل قرعه عشان الملاعب مين نلعب الماتشات فين وفي الدور اللي بعدين اللي هو دور البطوله او دور مجموعه البطوله او مجموعه عدم الهبوط هنشوف القرعه بتاعت الدور الاول فهنغيرها في الدور الثاني اللي لعب على ملعبه في الدور الاول، قال لي يعني هنحاول نعملها بس مفيش حل ان احنا السنه الجايه نعمل دوري طبيعي دوري 18، قال لي هو بس موسم واحد نظبط نظبط ال 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 المواعيد بتاعتنا والتوقيتات ونخلص الدوري بدري عشان السنه الجايه في كاس عالم انديه للاهلي وفي بطوله امم افريقيا مصر ان شاء الله يعني تؤهل ليها في المغرب هتكون في شهر 7 وعشرين فقال لي ده الحل الوحيد فالراجل اقنعني ان انا كنت معترض بشده على تغيير نظام الدوري احنا بلد كبيره انا قلت حتى الكلام ده للاستاذ احمد النهارده ديه في التليفون قلت احنا بلد كبيره 120 مليون اه ما تجيش تقول لي نقلل عدد فرق الدوري ونخليهم 16 ما تجيش تقول لي دوري نعمل دوري المجموعتين دوري فاشل دوري المجموعتين قال لي لا انا مش عايز اعمل دوري مجموعتين انا عايز اعمل بس موسم استثنائي عشان اقدر اخلص فيه الدوري ان يعني السنه الجايه في ارتباطات كتيره جدا ولازم اخلص الدوري قبل شهر ست السنه الجايه يعني اللي هو الدوري الجديد مش الدوري اللي احنا بنلعبه عشان زي ما قلت لكم كاس عالم انديه وعشان بطوله امم افريقيا فقلت له خلي خلي برضو الموضوع ده يدرس بشكل كويس ويبقى فيه خبراء معاك فنيين ولاعيبه كوره وناس مسؤوله عن تنظيم المسابقات عشان تطلع ب ب يعني باخراج صح للموضوع عشان ما تؤثرش بالسلب على الكره المصريه من خلال بس الراجل اقنعني قال لي يعني انا هعمل ايه انا رئيس الرابطه وعايز الدنيا تمشي وعايز المسابقه تبقى منتظمه وعايز اخلص المسابقه السنه الجايه عشان فقعدت قعدت اتكلم معاه في التليفون النهارده يجي ساعه قلت له احنا عندنا بعض المشاكل في الدوري في برضو الاهلي ما لعبش ماتشات لعب مثلا سبعه ماتشات لغايه دلوقتي في فرق لعبت 15 ماتش ده بيخل التكافؤ الفرص في برضو بعض الفرق بتلعب في ملعبين يعني مثلا من غير ما اذكر اسم فريق هقول لا هقول مش يعني مش 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 غلط يعني ولا عيب مثلا فريق فاركو بيلعب مع بعض الفرق في استاد الماكس وبيلعب مع الفرق الشعبيه الفرق الاخرى في استاد استاد اسكندريه يعني مثلا الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والبلديه يروحوا يلعبوا فاركو في استاد اسكندريه او كان قبل كده في استاد برج العرب وفرق الشركات والمؤسسات زي مثلا طلائع الجيش والبنك الاهلي والداخليه يلعبوا فاركو في استاد الماكس ف فال... ال... ال... ما... هنا مفيش تكافؤ فرص ان هنا انا بواجه الظروف في استاد اسكندريه ملعب واسع استاد برج العرب ملعب واسع استاد الماكس ملعب ضيق فالفرق ما بتواجهش نفس الف... يعني فرق بتلعب فرقه في استاد ماكس وفي فرق ثانيه بتلعب فرقه في استاد اسكندريه طب ازاي مفيش تكافؤ فرص زي فكره برده ايه الاهلي والاسماعيلي يلعبوا في برج العرب بس طبعا دي حالة امنيه ناحيه امنيه كده كده ماتشاتهم في برج العرب الماتشين لكن فرق تلاعب فاركو في ملعب وفرق تانية تلاعب فاركو في ملعب تاني فطبعا عدم تكافؤ فرص فالراجل يعني اتفقنا انا وهو في كذا حاجه وقال لي فعلا في حاجات عايزين نصلحها ونطورها ونعالجها بس الراجل كان بيتكلم بشكل منظم جدا ودارس الموضوع فيعني برضو اقنعني النهارده ان هو قال لي ما فيش حلول بنحاول نجيب لها من يمين مش شمال لازم السنه الجايه ما نلعبش دوري أه طبيعي لازم دوري يبقى عدد الاسابيع اقل شويه والحل في دوري اللي هو الدور الواحد وبعدين مجموعه الصعود أه سوري مجموعه البطوله اللي هم 10 فرق و فرق مجموعه عدم الهبوط الى القسم الثاني ده يعني أه كان ملخص لمكالمه بين النهارده وما بين الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه والراجل زي ما قلت لكم والله فعلا قال لي شويه حاجات برضو انا تفاصيل ما كانتش عندي فانا بطرح الموضوع زي ما اتناقشت معاه ولقيت ان يعني معظم كلامه في المكالمه مظبوط ان الكلام مظبوط ونحاول نشوف بقى من خلال الخبراء والفنيين والناس المتخصصين في قصه المسابقات والدوري والحاجات دي لازم يدرسوا الموضوع مش اي فكره تتقال كده وخلاص لازم يبقى فيه دراسه وتحليل عشان تشوف تاثيرها على الكره المصريه في الفتره القادمه. حبيت اقول لكم بس الكلام ده من خلال المكالمة اللي دارت بيني النهاردة وبين أستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع بعض في كرة كله طيب خليني أقول لكم برضو بداية من واحد سبعة 2024 يعني احنا اهو في شهر 3 بعد اربع شهور يوم 1/7 1 يوليو 2024 هيحصل بعض التعديلات في قانون كره القدم الاتحاد الدولي يعني عمل بعض التعديلات ولكن التعديلات دي هيتم تطبيقها من 1/7 2024 يعني شهر 7 اللي جاي ان شاء الله اول حاجه من من ضمن التعديلات في قانون كره القدم السماح لكابتن الفريق بالاقتراب من الحكم في حالات معينة يعني إيه؟ يعني مثلا الحكم حسب فاول فالفريق عايز يعترض اللي يقرب من الحكم بس ويتكلم معاه هو كابتن الفرقة قائد الفريق مش الفرقة كلها بقى لا قائد الفريق فقط هو اللي يروح يتكلم مع الحكم تمام؟ رقم اتنين زيادة فترة حمل حارس المرمى للكرة إلى 8 ثواني بدلا من ست ثواني وألا تحتسب مخالفة للفريق المنافس يعني إيه؟ دايما لما حارس المرمى بيمسك كرة القانون دلوقتي بيديله ست ثواني فقط وبعدين لازم يطلع الكرة من ايده يعني لما حارس المرمى يمسك الكرة بيبقى عنده ست ثواني بس وبعدين لو زادت عن كده يتحسب مخالفه على حارس المرمى فدلوقتي القانون او الاتحاد الدولي عمل تعديل خلاها 8 ثواني يعني حارس المرمى يفضل ماسك الكره في ايده 8 ثواني لو زادت عن كده تتحسب عليه مخالفه كانت ست ثواني من من 1 7 أربعة 24 هيبقى حارس المرمى يقدر يمسك الكرة بحد اقصى 8 ثواني لو زادت عن كده هتتحسب عليه مخالفه للفريق المنافس برضه عملوا قال لك في حاله حصول اي اصابه ارتجاج في المخ اي لعيب في الملعب حصل ارتجاج في المخ يتعمل تغيير اضافي يعني مثلا الماتشات دلوقتي فيها كام تغيير؟ فيها خمسه انت عملت الخمس تغييرات ترجع لي كده يا جماعه عشان الناس تشوفني وانا بتكلم مع دلوقتي انت عملت خمس تغييرات وواحد من الفرقه لعيب من الفرقه اتخبط في دماغه وجاله ارتجاج في المخ اثناء المباراه يحق لك الحكم يشوف حاله اللعيب لو في فعلا ارتجاج في المخ او اتخبط في دماغه يحق للفريق ان هو يعمل تغيير اضافي زياده عن الخمس تغييرات اللي عملها في حاله بس فقط اللي هي الخبطات اللي في الدماغ او ارتجاج في المخ دي بعض التعديلات وبرضه هيعملوا هيشوفوا موضوع لمسات لمسات اليد الهاند بول او لمسه اليد جوه منطقه الجزاء هيبقى فيه حاجات بتتحسب دلوقتي ضربات جزاء لمسات يد, الامس 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 يد لكن هيبقى فيه تعديلات ان هي الحاجات الغير مقصوده مش هتتحسب خالص ضربات جزاء دي بعض التعديلات اللي هتتعمل خلال الفتره القادمه وهتبدا تطبيقها من وهنجيب هنجيب لكم خلال ان شاء الله بعد شهر رمضان وبعد العيد حكم هنا في الاستوديو عشان يشرح لكم بالظبط بقى بالقانون بالظبط بتاع كره القدم التعديلات الجديده اللي هتحصل في قانون كره القدم انا قلت لكم اهم التعديلات اللي هتحصل وشرحتها لكم يعني بالطريقه اللي انا شايفها اللي انتم تفهموا بيها يعني. طيب النهارده كان في ماتشات في بطوله الدوري في كابتن شادي طب حلو خلينا نروح لكابتن شادي محمد طبعا نجم النادي الاهلي والكابتن التاريخي للنادي الاهلي هو وكابتن حسام عاشور من كابتن شادي خد بطولات كتيرة جدا جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر خلينا نشوف رايه كده امبارح كان معانا كابتن فاروق جعفر سالناه عن المباراه والزمالك النهارده بقى نشوف كابتن شادي محمد رايه وتوقعاته لمباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه كابتن شادي ازيك يا كيمو جميل حبيبي تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا انت وحشني جدا حتى. وانت والله يا كابتن شادي والله العظيم مفتقر مش هتيجي كده ضيف معايا عمليك. مره أشرف لي حبيبك كابتن شادي الله يخليك كابتن شادي شايف ماتش الزمالك والاهلي ازاي يوم الجمعه كابتن شادي نهائي كاس مصر هو طبعا يعني خليني عشان ندي كل حد حقه صراحه زي ما في البعض بينتقد البعض اكحمر اسم الراجل حاجات كثيره انا عجبني جدا فكره المباراه راحت الاحتفاليه أه بعيد عن الكوره الاول راحت لاجواء حلوه أه قبلها طبعا زياره الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الزمالك دي خطوه حلوه أي. بعد كده الاجواء من وزير الترفيه تركي الشيخ صراحة عامل حاجات كتير كويسه ايوه انا بتفرج وبتابع وبسمع وبشوف مداخلات أه فعمل اتجاه حلو الامور قبل الاجواء او امور الاهلي والزمالك اعتقد هيبقوا ملايين الاستاد اجواء قبل المباراه احتفاليه لازم احنا كمان بقى نبقى على قدر المسؤوليه الفريقين الادارات اللاعبين داخل الملعب ون... ونقول صوره مشرفه يعني اه بنتنافس بقوه وكل حد من حقه يكسب لكن كمان هيبقى انا متوقع جماهير كتير جدا جدا آه واجواء كويسه جدا لازم احنا كمان نبقى على نفس مستوى الحدث ايوه بقى اللي يكسب مبروك الخساره هارد لاك في الاول وفي الاخر الشكل بتاعنا يبقى شكل محترم يعبر عن القطبين الكبيرين تمام فنيا بقى الماتش طبعا فنيا اتمنى طبعا فوز النادي الاهلي واتوقع فوز النادي الاهلي آه لكن فنيا النادي الاهلي يعني خلينا نقول اكثر استقرارا الجماعيه طبعا الاهلي لعبوا بتلعب مع بعض بقى لها مده دخل عليهم عناصر جديده كولر خلاص بقى في كيمياء مع اللعيبه مع الاداره مع الجماهير. نادي الزمالك عامل اكيد صفقات كويسه و... ومعاه مدير فني جديد لسه لسه بيتعرف على اللعيبه ولسه ده وجهه نظري يعني لسه ولسه بيشوف امكانيات لعيبته ايه حتى بيتقال دايما بقى... يعني هيشوف في الاخر مين هيقعد مين هيستنى لكن انا وجهه نظري لل... في الامور الفنيه ال ال الاهلي عنده وفرة عدديه عنده جماعيه افضل آه في ثقه من اللعيبه من فوز بالبطولات ولكن في الاول وفي الاخر كره القدم مش بتعترف غير باللي بيتعب اكتر أكثر اكتر المنافس مم. اه ممكن تبقى انت عندك افضليه وممكن يبقى عندك آه جماعية افضل ولكن ده على الورق داخل الملعب اللي بيبذل مجهود بيلتزم بتعليمات المدرب بيبقى اهدى وحط تحت اهدى دي الف خط يعني مثلا حتى امام عاشور من نجوم الفرقة أو مباراه اهلي وزمالك هتبقى مختلفه عن كل المباريات اللي انت اول مباراه اهلي وزمالك بتيشيرت الاهلي بالظبط هتبقى مختلفه تماما 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 ليه لازم تبقى هادي وده اكيد الكابتن خالد بيبقى هيتكلم معاه م. لازم تبقى اللاعب الكبير بيبقى كبير في المباريات الكبير ما فيش انفعال ما فيش حتى لو اتعرضت لضغوط من جماهير لازم اكون انسان هادي جدا او لاعب هادي جدا عشان اعرف ابدع داخل الملعب وانت لاعب كويس وعبرت اللي انت يعني اتشرت النادي الاهلي تحملت مسؤوليته وبالتالي رد فعل جماهير النادي الاهلي بتساندك وبتدعمك. فالطبيعي في مباراه كبيره من الزمالك انت كنت موجود فيه هتعرض لشويه ضغوط هيبقى في شويه عصبيه لا لازم اكون هادي جدا جدا جدا. م. عشان اقدر ابدع واقدر اطلع امكانياتي اللي احنا شفناها منك الكرة الاخيره طيب المصيحة. خليني اقول لك يعني النهارده لسه من شويه كنت بقول للاسماء لعيبه الاهلي اللي مسافرين بكره ان شاء الله الى السعوديه و... وسام ابو علي المهاجم الجديد للنادي الاهلي مصاب يا كابتن شادي وعنده شد في العضله الخلفيه ومش هيسافر مع النادي الاهلي شايف كولر هيلعب بموديست ولا ممكن يلاعب كهربا يعني مش بص يا كريم انا نفسي يعني كويس ان انا بقالي مده ما اتكلمتش عن النادي الاهلي او او يعني ما قلتش تفاصيل انا انا بشوف ان ناس كتير بتشغل نفسها يعني خارج اطار كره القدم بمعنى ايه يعني اكيد حضر فرح حضرتك حضر لي احترافيه مش احترافيه والله انا معاك مش احترافيه او ده رايي انا مم. بس في الاول وفي الاخر شغل دماغك ليه مش اكيد في مجلس اداره عارف وفي مدرب عارف وفي في الكواليس حاجات مم. مش مهما كل ما يعملوا كده مش هيتكلموا فيها اصلا مم. انا راجل بقى في النادي الاهلي عمري كله فاهم فعارف الامور بتدار ازاي كل ما تعمل كويلت يبقى كتير 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 هتلاقي تليفون مجلس الاداره لمدير الكوره التزام الصمت ممنوع كلام في الصحافه يسيب اللي يتقال يتقال تمام اه؟ فاهم؟ ف بنخرج المواضيع دايما زي فكره الكابتن حسام ومحمد صلاح احنا ليه زانقين المنتخب كله ما بين محمد صلاح وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن؟ امم طب وبقيه اللعيبه دي اللي انت بتضمها طب انا عايز اقول بتبقى في مواقف يا كابتن شادي يعني بتتكلم على نجم كبير زي كهربا الفتره اللي فاتت ايه. ما كان بره السكور فاحنا بنتكلم فنيا شايف أي... يعني كولر ممكن يبدا بيه الماتش ولا أنا... يلعب بمودست ما, ما هي برضه أنا, آه. انا رايي انا رايي انا عندي معلومه ان ان كولر كمان بدا يوظف طاهر محمد طاهر يبقى مهاجم برضه لو لو احتاجه في الماتش يعني كمهاجم والله بص انا شايفه يعني انا لو مدير فني نادي أحط هحط تبدا بكهرباء اه طبعا لان تاني اه أب... أ... أ... كاهلاوي ادعم اي لاعب ده تيشيرت النادي حتى لو امكانياته قليله يعني على سبيل من زي موديست تمام أيوه. آه. في انه في حاجات في, 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 راس الحربه لازم تبقى موجوده فانت عامل السن مش مساعد إنترنت. طيب انا لسه لسه قايل الكلام ده من شويه يعني والله كريم زي ما نفس اللي انت بتقوله بالظبط انا قلت انا لو ما انا لو مكان كولر ابدا بالكهرباء طبعا موديست كمان لعيب صندوق يا كابتن شادي يعني ما يقدرش يشتغل زي كهربا مثلا المساحات يجري يجري يقطع انا عجبني الكلمه دي آه. انا مش عايز بقى لعيب صندوق ولاعيب ثلاجه ولاعيب خارج الفوق عايز كور عايز كورة عرضيه بس, بس. انا يا آه. باشا انا عايز راس حربه متحرك ينزل لتحت ويجيب القادمين من الخلف يطلع على الاطراف ثم يتحرك على الاولى بمنتهى السرعه يموي يبقى في اتفاق ما بينه وبين الهاف اللي بيضم لجوه انا على الاولى ثم اعمل تيرن على البعيد مش مش هيقدر يعمل يعني. ايوه مع هي امكانيات ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد امكانيات مم. لكن طبعا هو موجود بندعمه بمنتهى ولكن كافضل هي بركات مو... اسف كهربا كرب. متحرك مزعج مم. بيعمل لك قلق كده انت فاهم يعني وانت محتاج في مباريات زي دي طيب بعدين بص في المبارات اللي قبل كده كلها كان في كيميا جامده جدا ما بين ما بين حسين وما بينه وما بين امام عاشور فاهم؟ نعم فاهمين تاو بالظبط ايوه طيب التشكيل اللي كابتن شادي محمد يقول ان ده التشكيل الانسب او المناسب للنادي الاهلي في ماتش الزمالك تبدا بمين قول يعني ال11 كده بتوع الاهلي يعني اتوقع يعني شوبير آه. اه ناحيه اليمين محمد هاني ناحيه الشمال علي معلول م. محمد عبد المنعم مرامي ربيعه تمام بنتكلم آه في ثلاثه وسط ملعب امام عاشور مروان ايوه آه اعتقد آه مباراه زي دي ممكن آه من وجهه نظري يعني ممكن تحط معاهم عمرو السوليه اه في <applause> كلام على عمرو السوليه وفي كلام على احمد نبيل كوكا لا لا انا وجهه نظري عمرو السوليه عمرو السوليه والثلاثه اللي قدام اه الثلاثه اللي قدام بيرسي تاو كهربا حسين الشحات حسين الشحات توقعك بقى بالنتيجه الماتش الاهلي والزمالك قول لي احساسك ايه؟ انا متوقع المباراه 2-0 2-0 بالك انت راهنتني كتير والكابتن سامي فاكر ما. اه كنت كنت بعجب لك اكل كتير قوي في الراديو كنت بتجيب لي اقول لك انا بقول اقول قول, قول اللي انت عايزه كنت بتجيب لي كوارع عشان تعمل لي كرش النفس ما فكرت كنت بجيب لك كوارع وبجيب لك مكرونه بالسي فود في الاستوديو عشان ما تعرفش تتنفس وانت بتتكلم في الراديو <applause> كنت بتنام وبتسيب الماتش <applause> والله كانت ايام حلوه كابتن شادي يعني كنا بي حقيقة. بي حقيقة. كنا ثنائي حلو قوي في الراديو اه يعني والله والله كل حاجه اه والله أنا انت عارفني يا كريم يعني ما بكذبش عليك ايوه انا لغايه النهارده كنت بشتري حاجات من وسط البلد والله يا كريم واحد قال لي مش هترجع بقى راديو انت وكريم وكابتن سامي شي كنتوا عاملين حاله حلوه قوي كنت حلوه بنحس اللي هو كوره و و وجد يعني فاهم يعني بصراحه كانت حاله فعلا كانت فتره حلوه ان شاء, دي شاء الله تكرر تاني كابتن شادى انت اي مكان بتكون آه. موجود فيه بتنوره يعني الله يخليك انت كريم من الشخصيات المحترمه جدا وصاحب صاحبك حبيبي وهو ده اللي احنا يعني خليني اقول كلمه حلوه في اجواء لازم الناس الكبير لاحترامه ولازم نحافظ على بعض طبعاً في حاجه طبعاً. نقول له الف الف مبروك وندعمك بكل قوه واللي ما فيش توفيق آه ان شاء الله في مكان م. تاني يكون ليه تالق فكره اللي احنا الناس تتكلم على بعض دي انا مش عاجباني خالص بصراحه خالص أي. لان احنا كلنا نجوم وكلنا بنحترم بعض وما يصحش نخلي ناس في السوشيال ميديا تشتغل علينا أي. وما يحترموناش ويستغلوا المواقف ف احنا كلنا كل حد مفيش حد اكبر من حد ومفيش حد اعلى من حد، كلنا تعبنا وكلنا عملنا ارقام وكلنا حققنا حاجات كويسه في اهلي وزمالك كابتن حازم لاحترامه وكابتن حسام لاحترامه وكل الناس. فكل ده لما يبقى كلنا كده هنرتقي وهنلاقي كلنا كل واحد بيبذل اقصى جهد عشان ينجح لما أكي. يلاقي دعم من الناس كلها. اكيد ف... داخلين كمان على شهر رمضان كل سنه وحضرتك طيب طيب وكل عام عمل الله يخليك كابتن شادي كل الناس وكل حبيب. سنه طيب حبيبي كل سنه وانت طيب حبيب. نشكر كابتن شادي محمد طبعا نجم النادي الاهلي كابتن اللي يعني خدت بطولات كتير جدا جدا مع النادي الاهلي كابتن شادي محمد وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن حسام عاشور يعني من النجوم الكبيره جدا جدا طيب خلينا بقى نروح لماتشات الدوري النهارده عشان الوقت ما يجريش بيا والنهارده كان في ماتشين في الدوري في الاسبوع ال15 المصري قدر يفوز على سموحه 2-0 والمصري ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا مع الكابتن علي ماهر بيروح للمركز الثاني في بطوله الدوري لسه كمان لاعب ماتشات اقل من بقيه الفرق ان المصري لاعب 13 مباراه حتى الان والمصري عنده 26 نقطه بتساوى مع نادي امبي اللي في المركز الاول ومباراه طلاع الجيش وسموحه والداخليه انتهت ايضا بالتعادل السلبي 0-0 نبدا بقى بمباراه اللي فيها اهداف مباراه المصري بيراميدز لعبوا 10 ماتشات فقط وبرضه فاركو لعبوا 13 مباراه فقط بكره قايمه بيراميدز لمباراه بكره يورتيتش المدير الفني الكرواتي اختار احمد الشناوي وشريف اكرامي يوسف نادر اسامه جلال محمد الشيبي محمد حمدي احمد فتحي كريم حافظ بلاتي توريه اسلام عيسى مصطفى فتحي احمد توفيق مهند لشين محمد رضا بوب وليد الكارتي ابراهيم عادل محمود زلاكه يوسف اسامه نبيه فيستو المايلي ودودو الجباس ومروان حمدي بكره برضو في بعض اللعيبه غايبه بالنسبه لفريق بيراميدز زي رمضان صبحي عنده شرخ في ضلعه كده في عند القفص الصدري ناحيه الشمال كان حصل التحام قوي كده في التدريب فحصل له شرخ في الضلع فهيغيب فتره رمضان صبحي عن المشاركه مع مع في الماتشات علي جبر برضو عنده مزق في العضله الضمه احمد سامي مزق في العضله الضمه دونجا شد في العضله الضمه ده معناه ان في حاجه غلط في التدريب ادام كده تلات لعيبه عندهم نفس الاصابه احمد سامي وعلي جبر ودونجا محمود دونجا بتاع نص الملعب محمود عبد العاطي إيه عنده مزق في العضله الضمة ومش عارف فخري لقاي عنده شد في السمانه احمد ميهوب عنده فتق رياضي في بطنه فده معناه ان في حاجه غلط في تدريبات بيراميدز يوريتيتش دخل يظهر شكله كده دخل جامد بدنيا مع اللعيبه ففي كذا لعيبه اتعور وده يعني الاصابات دي بتبين ان فيه حمل زياده في تد... كلها اصابات عضليه موضوع رمضان صبحي ده يعني خبطه دي ملهاش علاقه بالتدريب التحام كده خبطه في الشرخ في الضلع ناحيه الشمال هنا لكن ال... الاصابات الثانيه كلها مزق في الضمه شد في الضمه مش عارف ايه ده اكيد في مشكله في التدريب بالنسبه للمدرب الجديد لبيراميدز ل... 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 غياب عبد الرحمن مجدي عن تدريبات الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي ما خدش مستحقاته فغاب عن تدريبات النادي الاسماعيلي في الفتره الحاليه ومش عارف مشاكل يعني عبد الرحمن مجدي كتير قوي بصراحه يعني عايز اتكلم شويه مع عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن لعيب كويس جدا بس مشاكله كتيره جدا مشاكله كتيره جدا اه ممكن يكون ليه حقوق ليه مستحقات الكلام ده لكن كل ده ما يعني ما يخلكش ما تروحش التمرين ما يخلكش تغيب عن الماتشات ما يخلكش تعمل مشكله في الفرقه آه مشاكل كتير جدا لعبد الرحمن مجدي ولازم عبد الرحمن مجدي يظبط دماغه شويه ان يعني هو لعيب كويس بس شكل دماغه مش مظبوطة في لعيبة كده بتبقى كويسة جدا بس دماغها بايظة بتأثر على مستقبلها وبتأثر على مسيرتها في الكورة طيب النهاردة كان برضو في ماتشات في دوري المحترفين مجموعة البقاء اللي هي المجموعة ال 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 العشر فرق اللي هم بيلعبوا على عدم ال الهبوط خلينا نشوف كده النتائج الاتصالات النهاردة آه كسبت الأسوان 1-0 دي كيرنس كسب النجوم أربعة صفر. بترول اسيوط كسب المقصه 2-1، ابو يد الاسمده كسب مكادي 2-1، جمهوريه تشيبين كسب النصر التعدين 2-1، معانا بعض الاهداف كده من الماتشات. دي مباراه دي كيرنس والنجوم انتهت 4-0 لصالح دي كيرنس، محمد رضا احرز الهدف الاول لدي كيرنس لابسين احمر طبعا والنجوم ازرق. ده الهدف الثاني في الشوط الثاني. احمد معروف. من ضربه ركنيه. وبعدين الهدف الثالث انفراد من نص الملعب. احمد الشاذلي. فوز كبير لتكرس على النجوم. زعلان انا على نادي النجوم ان انا النادي ده يعني اشتغلت فيه فترات كبيره و صعدت مع فريق نادي النجوم للدوري الممتاز سنة الف سنة 2016 فزعلان عليهم ان هم كده خلاص يعني اعتقد بعد الخسارة دي تأكد هبوطهم للقسم الثالث اللي هو الثانية ب ده الهدف الرابع لفريق دي كيرنس حسن تريكا هدف حلو قوي رقص الحارس المرمى والمدافع وحط الهدف الرابع وفوز دي كيرنس على النجوم 4-0 دي مباراة المقصة وبترول أسيوط. بترول أسيوط لابس أزرق وضربة جزاء لبترول أسيوط عن طريق أبو بكر فوزي. وبعدين الهدف التاني برضه نفس اللاعب أبو بكر فوزي. بقت النتيجة 2-0. في بعض الفرق طبعاً يعني تأكد هبوطها خلاص. زي المقصة وزي النصر التعدين وزي النجوم. لسه بقى الصراع ما بين جمهوريه شبين و... و... واسوان والمصرية اتصالات ومكادي ده هدف المقصه الوحيد ضربه راسيه في الزاويه البعيده عن طريق حسن ميسي برضو معانا مباراه جمهوريه شبين و... ونصر التعدين وفوز جمهوريه شبين 2-1 نصر التعدين بدا بالتهديف نصر التعدين لابس اصفر وجمهوريه شبين احمر نصر التعدين بدا بالتهديف عن طريق محمود صلاح المباراة طبعا كانت في ملعب جمهورية شبين في شبين الكوم وبعدين قدر يتعادل جمهورية شبين بهدف حلو قوي بضربة رأسية لأحمد كابوريا هدف من الأهداف الحلوة قوي راجل وجه دماغه في الزاوية البعيدة وجاب جون حلو جدا جدا أحمد كابوريا وبعدين قدر شبين يحرز هدف الثاني عن طريق مؤمن حسن ويفوز وياخد ثلاث نقاط مهمين جدا فريق جمهورية شبين في صراع البقاء في دوري المحترفين مبروك لشبين وهارد لك للنصر للتعديل. طيب بكره كمان في دوري المحترفين في مجموعه الصعود ال10 فرق اللي بيلعبوا على الصعود بكره في خمس ماتشات طبعا جوله الجوله الخامسه هيبقى دي اخر جوله بقى وبعدين الدوري هيتوقف عشان رمضان وبعدين هنبدا نكمل الدوري ده بعد بعد العيد ان شاء الله هيبقى في متبقي اربع اسابيع بعد العيد هنلعبهم ان شاء الله بكره بروكسي في مواجهه طنطا وادي دجله في مواجهه لافينا السكه الحديد في مواجهه حرس الحدود رايا في مواجهه القناه وغزل المحله في مواجهه بتروجيت ماتشات كلها قويه جدا صراع قوي جدا للصعود الى الدوري الممتاز واكثر فرقه بتقترب من الصعود للدوري الممتاز هو فريق بتروجيت بقياده الكابتن سيد عيد ان هم منفردين بفارق يعني مريح من النقاط وبيقترب فريق بتروجيت من الصعود الى الدوري الممتاز اللي هو في المركز الاول وفي صراع طبعا ما بين غزل المحله وحرس الحدود ولافيينا ووادي دجله على الصعود برضو ان هو يحاول ياخدوا المركز الثاني او الثالث عشان يصعدوا برضو الى الدوري الممتاز. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنستقبل نجومنا النهارده نقاد الرياضيين كابتن حماده انور ومحمد صلاح نقدنا الرياضي محمد صلاح اللي احنا بن بنبارك له وبنهنيه على امبارح فوزه بعضويه مجلس اداره رابطه النقاد الرياضيين حماده انور ومحمد صلاح يكونوا موجودين معايا بعد الفاصل ان شاء الله نرجع تاني مع بعض وخلينا نروح نرحب بنجومنا النهارده وضيوفنا في كوره كل يوم كابتن حماده انور ازيك يا كابتن حماده؟ كابتن كريم اخبارك ايه؟ كله تمام كل سنه وانت طيب الله يخليك كل سنه وانت طيب. طيب كمان برحب بنجمنا إيه بقى ويعني الناقد الرياضي محمد صلاح وعضو مجلس اداره رابطه النقاد الرياضيين امبارح كانت الانتخابات وربنا وفقه يعني وكرمه امبارح وقدر يحصل على منصب عضويه رابطة النقاد الرياضيين مستنيين منه شغل جامد جدا، ذكرت محمد؟ كابتن كريم مبسوط جدا 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 وتشرف اني موجود معاك يمكن لأول مرة سعيد جدا وطبعا كابتن حماده انور يعني الاخ اللي مش عايز اقول الكبير عشان ما اكبروش شكل اكبر منه لكن كابتن حماده من الناس يعني اللي بعتز بيها وحضرتك عارف غلاوتك طبعاً, طبعاً, طبعا الله يخليك محمد صح كم من الشخصيات المحترمه طبعاً اللي محبوب جدا جدا في الوسط الاعلامي والوسط الرياضي الله له يا كريم اه هو كل الجميله يعني وكل المجموعه اللي نجحوا وهارد لك للناس اللي ما ما عملوش كده يعني سباق شريف آه اللي بيوفق حاجه محترمه وانتخابات محترمه كلنا تابعناها بشكل كويس يعني بالظبط يعني انتخابات النقاد هم بيقطعوا في الناس، مين اللي يقطع فيهم بقى؟ <تصفيق> <تصفيق> اللي ما <من> نكحوش هم <تصفيق> 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 لا, لا محمد انا مش عشان هو موجود معانا آه لا جميل محمد مجتهد جدا في شغله طبعا كمان ومؤدب جدا محترم جدا مجتهد جدا وبيعمل يعني شغل مميز جدا مزعج جدا عشان الكابتن لا لا عادي بيقفل لا خالص خالص محمد من الشخصيات الجميله والله الحمد لله المنظر كان اه احكي لنا بقى عن الانتخابات امبارح في ربطة النقاط والله اكتر حاجه فيها يعني تسعد الواحد ان المنظر خرج بشكل كويس جدا جدا الانتخابات بدأت بإن الأستاذ حسن خلف الله هو الرئيس السابق والمرشح على الدورة دي يعني قبل الانتخابات والأستاذ محمد يحيى عضو النقابة يعني عضو النقابة العامة ونزل كمقرر للمكتب التنفيذي العلاقة كانوا واقفين جنب بعض اتصوروا مع بعض كان الناس حتى زمايلنا اللي بيرشحونا يعني جايين عايزين نصور معاكم أنتوا الاثنين فكانوا بيروحوا معاهم ويتصوروا هم الاثنين الأمور يعني كانت بشكل كويس بعد الفرز وبعد الإعلان النتيجه الناس وقفت كان منظر كويس جدا جدا استاذ حسن خد محمد من ايده ورفع ايده وقال مكسبي مكسبه مكسبه هيبقى مكسبي والامانه ظهر كان عندنا قصه كده في اللائحه والامور الناس كلها وقفت على قلب رجل واحد الم المظهر خرج بالشكل اللي ان شاء الله تفضل بيه ربطه الرجال ال... ربطه الرجال هي ربطه النقاط م. بصراحه هم ربطه الرجاله اللي دايما ان شاء الله كده يفضلوا على قلب رجل واحد احنا ان شاء الله ان كان لينا حظ فانا عايز اقول انا بتكلم على العضويه كنا 17 واحد يعني سته نجحوا صح؟ سته سته ال كويسين طبعا طبعا اقسم لك ان ال 17, 17 خدوا اصوات وال 17 كان في منافسه وانا كنت بعيد ورجعت مم. في ناس كانت قريبه والامور في الانتخابات كانت في منافسه شديده لكن الامانه المنافسه كانت لا حاجه محترح. تفرح وحاجه تشرف انا لو كنت والله يعني لا موافق كنتش هبقى زعلان هتعمل اراده النقاط يا دين بقى يعني اهم اهدافكم ايه السنه الفتره اللي جايه اول قراراتكم ايه الحاجه اللي ممكن تبداوا بيها الفتره الجايه انتوا طبعا ما اجتمعتوش ك لسه طبعا امبارح ال... 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 لكن أوه. لسه هيعتمد المجلس وهنجتمع لكن في اهداف معينه الحمد لله كلنا يمكن متفقين عليه في حاجات تخص الرابطه كربطه نقاد وبعض الحاجات اللي بتبقى للزملاء فيما يخص ترتيب سفر فيما يخص ترتيب احداث تغطيات الكلام ده كله لكن خليني اقول لك ان حتى حدثنا مع الاستاذ حسن خلف الله النهارده وخليني بس لحضرتك المكتب التنفيذي الاول مم. الاستاذ حسن خلف الله رئيس الاستاذ احمد اسماعيل نائبا مم. في منافسه شعبان آه مع الاستاذ عمر الايوبي برده ندي حقه الاستاذ ايهاب شعبان أمينا للصندوق العضويه بالترتيب كان الاستاذ شامبو ابو حديد اللي عمل مجهود كبير جدا مع الزملاء بصراحه الفتره اللي فاتت مم. الاستاذ هاني عبد الصبور محمد صلاح آه عبد الحميد آه فراج محمد آه آه غبن مم. طبعا من الناس الكويسه جدا محمود مغبزي اه محمود, 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 محمود مغبزي رقم و... اربعه حميد آه. فراج محمد غبنى بالظبط يعني <applause> اه مخبزي موتني ده كلكم اسماء محترمه ويعني شباب على فكره انا هقول له ان انت نسيت لا ما اقدرش انا أقول ده انا مخبزي <applause> لا والله من الناس يعني الحمد لله الفكر كله واحد هنرتب البيت الاول من جوه مش عايز طول عليك لكن ترتيب البيت هنبدا ان شاء الله نعمل زيارات للانديه والاتحادات واللجان, واللجان واللجنه الاولمبيه والوزاره فيما يخص ان احنا عايزين لما على الاقل يحصل مؤتمر صحفي يا كابتن م. أو الأندية العامة في, في البنك الأهلي بيعمل فاركو فيه مؤتمر صحفي يدعو الرابطة في أن اللي يحضر هم الصحفيين أيه والمواقع أنا طبع ممكن أقوم بالدورين يعني طبع أنا برضو أحب أن المواقع اللي هي في الاخر الاخر هو الصحفي ده بيبقى للمواقع ولل ما انا قصدي مثلا ان ولل... هم يقول لك احنا عايزين نغطي فالمواقع في زملاء كتير مش تحت والصحف وكل مش تحت القنوات اللي... مش مش يعني اللي احنا أحمل... مش ما عندهمش كارنين نقابه لكن م. انا ممكن يبقى في بروتوكول ان انا انظم ده من خلال الرابطه وان المواقع اللي هتيجي حتى الزملاء تيجي تبقى تحت مظله أيوه. الرابطه المظله دي الرابطه دي تبقى هي اللي تحت وزاره فعليك تلاقي عندك الموقع الكبيره مش عايز اقول اسم عشان ما انساش تاني تلاقي عندك الجرايد الكبيره فتلاقي اللي اي بيسال قنوات. سؤال بالظبط اللي برامل. اي بيسال سؤال مم. واخد بال حضرتك انت عارف مش هتيجي بالليل تقول يا جماعه النهارده المؤتمر باظ لان الاسئله والله اللي سالوا دول مصحفيين والله ما نقاد رياضيين حتى الزملاء اللي بيشتغلوا في موقع يقدروا يسالوا اسئله كويسه بس انت بتبقى عارف هتكلم مين يبعت مين صح فده مبدئيا كده ان شاء الله نشتغل عليه الفتره الجايه فيبان تاني الكيان والبيت ان شاء الله في رابطه ان شاء الله مزارد. ان شاء الله بالتوفيق يا محمد وكل مجلس اداره رابطه النقاد دي كابتن حماده احنا يعني الحدث الاهم اليومين اللي جايين دول عندنا حاجتين نهائي كاس مصر الزمالك والاهلي الاهلي والزمالك وتجمع المنتخب بعد كده والاسماء اللي هيختارها كابتن حسام حسن محس. عايز ابدا بكاس مصر مباراه خلاص يوم الجمعه الزمالك سافر الاهلي مسافر بكره في غيابات في, في الاهلي للاصابات يمكن اكتر شويه من الزمالك الزمالك عنده ابراهيم انداي مصاب لكن الاهلي النهارده وسام ابو علي ما سافرش عنده شد في العضله الخلفيه عنده الي ديانج عنده محمد الشناوي عنده ياسر ابراهيم يعني بعض الاصابات المؤثره هل الاصابات دي تاثر على الاهلي في المباراه القادمه طبعا كانوا في بعض المراكز يعني انت النهارده في مراكز بتشغل كولر بشكل كبير وخصوصا مركز المساك، م. النهارده كان ياسر ابراهيم ماشي مع عبد المنعم بشكل كويس جدا وبيأدي بشكل كويس جدا. ايوه برضه مركز راس الحربه، انت النهارده بتضطر ان انت بعد ما قلت ان كهربا رقم ثلاثه بالنسبه لي، النهارده كهربا انا شايفه من وجهه نظري ان هو رقم واحد، م. لانك انت النهارده بعد يعني موديسك من وجهه نظرك انت بس نوجه من وجهه نظر كولر يعني. موديست رقم واحد. موديست لازم بالنسبه لكولر لان هو اللي جايبه كريم، مم. هو اللي جايب موديست فلازم هيفرضه ولازم هيلعبه الف... الاهلي مثلا. انا النهارده انا النهارده جبته ليه؟ وبعد كده خلي بالك هو النهارده لو هو بيثق في موديست ما كانش ادى الثقه اكتر ل... لوسام، ابتدى يدي لوسام آه. وابتدى يقول عشان برضه هو اللي جابه فتقلل الضغوط شويه عليه من نغي... من ناحيه موديست. لكن انا من وجهه نظري هو أوه. كهربا رقم واحد حتى في وجود وسام. فوجود مودست هو كهرباء الاعلى فنيا وهو اللعيب اللي يقدر ان هو مع الثنائي اللي كانوا موجودين معاه تاو وحسين الشحات هم دول الثلاثي المرعب للنادي الاهلي وهم دول الثلاثي اللي عمل شغل كتير اول الفترة اللي فاتت مع كولر ومع النادي الاهلي وحسم له مباريات كتير جدا لكن زي ما انا بقول لك ان مركز راس حربة هو اللي فيه مشكلة بالنسبة لكولر ومركز المساك، لكن بقى كل المراكز بعد كده لا هو عنده فيها وفرة خصوصا في وسط ما حتى لما ديانج مصاب، لكن هو عنده النهارده السوليه رجع وبقى بشكل كويس ومتواجد بشكل كويس مع كوكا، مع مروان عطيه، مع قفشه، مع امام عاشور عنده لا عنده أكرم وفره توفيق كمان بيحط اكرم واكرم كمان بيحط في وسط الملعب دلوقتي طب مين يعني واضح ان مروان عطيه وامام عاشور حاجزين مكانهم في أكيد. <applause> مين الثالث اللي معاهم في نص الملعب انا المعد. من وجهه نظري كوكا كوكا <applause> لان كوكا لعب مع الراجل كتير <applause> و... <هو> ولعبوا فابتدى <applause> هو ماتش يانج افريكان ولعب ماتش يانج عشان يبتدي يدخله ويبتدي يبقى موجود بشكل كويس وحافظ طريقه لعب الراجل ولعب صغير وقوي وعنده الحته دي مع امام عاشور مع مروان يقدروا حتى لما امام يزيد يقدر ان هو كوكا ومروان يقدروا يسدوا وسط الملعب بشكل كبير جدا م. ده من وجهه نظري من وجهة ال... بالنسبه للباكين واضحين طبعا معلوم اه بش... مصط... طبعا مصطفى شوبير ماشي بشكل كويس معاهم والثلاثي الامامي اللي انا اتكلمت عليه ده بالنسبه كهربا للنادي الاهلي كهربا وحسين بيرستاو وحسين الشحات دول انا شايف ان ده افضل آه. تشكيل للنادي الاهلي الفتره ال... او هو اللي يلعب المباراه دي ممكن كولر يفاجئنا بحد تاني غير مودست؟ أت... لا هو اللي يحط كهرباء تالت يحط بودست اول ده لا. كان نفسي اقوله بس يعني <applause> ف... يعني هي دي اللي زي ما الكابتن حماده قال الراجل مقتنع جدا بمودست هو اللي جايبه فاللي يحط مودست فعلا اول ما هو دلوقتي مودست واحد عشان أ... اسامه بع... ابو أه علي اسامه علي كان رقم واحد بس يعني هيبقى بالظبط رقم تبعد. واحد وهو خامه مبشره جدا جدا مم. وكان يفرق كتير جدا في مباراه زي دي خصوصا ان المباريات دي حضرتك عارف بتبقى دايما شهاده ميلاد لنجوم أي. ودايما بتطلع نجوم فوق وللاسف بتنزل نجوم تاني في سبع عرض لكن مباراه الاهلي والزمالك ملهاش معايير لكن مودست ما قدمش اللي يخلي الجماهير تثق فيه ان هو يعني في رايي ناس كتير هتعامل على ان الاهلي ممكن ناقص واحد م. الأهلي بيلعب المباراة ناقص واحد وكولر ممكن يبدأ بيه كولر بي؟ لا مستحيل هيبدأ بيه مستحيل لا مستحيل لا مستحيل مستحيل مش, مش هيبدأ بيه يعني اه بي. يعني مستحيل آه. ما هي خلاص هو قناعاته بتقول ان الكلام حتى طلع انهم فكروا يجددوا له يعني لا هو اتقال يعني كده بس انا عندي معلومة من داخل النادي الأهلي ان ان مودست نادي أيوة الاهلي كاداره مش كولر بالظبط كده اداره الاهلي نفسها المعلومه بتقول ان كولر مقتنع بالراجل كولر مقتنع بمودست اللي عايز يجدد له لكن كل الشواهد وكل الناس شايفه يعني انا كنت مد يعني مد يعني متفائل خير ان مودست ده يعمل حاجه جالنا تجربه بتاعت مالوده ملودة كان ماشي آه كويس جدا دي جدا في طبعا مم. يعني لا حسسك حتى وكان جاي كبير في السن كبير وكان كبير كان بس كان جاي آه يعني. بس لا ده كان بيحط في اولاد بيشتغل بي لا الامور كانت مختلفه اعتقد كولر هيبدا بموديست لكن انا في رايي ان الماتش ده كهربا لو موجود هيبقى له دور كبير جدا, جداً. كهربا من وجهه نظرك افضل افضل بحثير. زي كلام كابتن محمد عمر مليون في المية بس تعرف يا كريم طريقه لعب النادي الاهلي ما بتعتمدش على الفرويد المحطه اللي انا بطلع عليه <applause> لا انا عندي لعيبه متحركه كتير ويمكن ده اللي ساعد كهربا اكتر ان هو يلعب سنتر فرود ان هو لعيب متحرك مع حسين الشحات مع تاو مع امام عاشور فالنهارده اللعيبه المتحركه الكتير دي اللي هي بتفك طلاسم <applause> دفاعات الفرق التانية النهارده مودست ممكن ينفع مع الفرق الصغيره اللي هو يبقى عنده فرود محطه ابتدي ابني عليه اللي هو يقف على الكوره على بال ما الفرقه بتاعتي تطلع لكن النادي الاهلي عمره ما هيلعب كده وعمره ما بيلعب بالشكل دوت يعني حتى لما النهارده بنيجي نقول لي هو فروه صندوق هو لا اللعيب بتاع الاهلي والزمالك النهارده هو ما بقاش فروه صندوق بس لا هو متحرك يعني انا شفت شادي لما لك ولا صندوق ولا ثلاجه فاهم <applause> ازاي لكن انا اتكلمت النهارده لا النهارده انت لازم يبقى عندك تنوع هي. لازم ان انا جوه ال 18 اقدر اتحرك بشكل كويس اقدر افضل زمايلي اللي بيجوا من تحت يبقى هي ده النهارده فيرويد نازل زي الجزيره على مودست كده ممكن يروح جايب لنا جول ممكن يو... لا وارد <applause> وارد, هو وارد وارد لان النهارده اللي, ح... اللي بيوصل مودست النهارده كتير معلول ممكن النهارده يعمل اوفر مودست زي ما جاب الجول اللي هو النهارده اللي خلى الاهلي يوصل بيه ن... النهائي بتاع كاس الرابطه صح؟ <تصفيق> <تصفيق> النهارده هو مودست اللي كسب بيه كرة عرضيه وحط كرة بدماغه بشكل كويس فممكن ان هو يجيب جول وممكن يكسب النادي الاهلي بس انا بتكلم على الهيستوري بتاعه او المباريات اللي فاتت هو ايه عمل ايه مع النادي الاهلي او م. الشكل حتى النهارده جماهير نادي الاهلي او الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي ما عندها ثقه في مودست مش موجوده انت فاهمني طيب بس طيب اقامه المباراه في السعوديه لاول مره بطوله كاس مصر النهائي اتلعب خارج مصر من اول مره من ساعه مع يعني الكاس اعتقد كان في العشرينات صح كاس مصر بدايته مم. كانت في العشرينات سنه 21 اعتقد من ادم البطوله الدوري 48 اه والكاس بدا 1921 أعتقد, اعتقد يعني تمام أعتقد لو ما, ما خانتنيش الذاكره <applause> شايف اقامه البطوله في السعوديه في حضور جماهيري خلاص التذاكر اتباعت كلها قبل كده كنا بنلعب السوبر, يعني السوبر في, الإمارات. في الامارات لكن الإمارات دي في السعوديه ونهائي كاس مصر مش 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 سوبر هو يعني بعيدا عن المسمى اي مباراه اهلي وزمالك فهي هتنجح في اي حته بمنتهى الامان، فالنهارده عشان تنقل مباراه اكيد فيها مكاسب كبيره جدا جدا ماديا ومعنويا وتسويقيا، فالنهارده انا شايف ان المباراه تتلعب في السعوديه او زي السوبر ما بيتلعب في الامارات هي بتحقق مكاسب كبيره جدا جدا جدا، اي مباراه طرفها الاهلي والزمالك فهي بتحقق مكاسب كبيره جدا، تحديدا لو المباراه طرفها الاهلي واي فرقه ثانيه او الزمالك واي فرقه ثانيه فهي بتبقى ما فيش مكان في الاستاد مم. فما بال حضرتك كابتن ان المباراه النهارده بين الاهلي والزمالك الاقبال اللي تم الاعلان عنه ان يعني نص مليون تذكره اكبر ملعب في, في هيبقى كام؟ حضرتك فاهم قصدي؟ فانت بتتكلم في الملعب, الملعب ومحيط ومحيط محيطه مم. يعني انت بتتكلم عايز ملعبين ثلاثه عشان وال والمصريين شعبيه كبيره جدا 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 ده انا عايز اقول لحضرتك ان الشعبيه الاهلي والزمالك في السعوديه مع السعوديين كبيره جدا طبعًا. جدا يعني انت ممكن متلاقيش تلاقيش المصريين هتلاقي السعوديين نفسهم والاماراتيين والقطرين و... يعني فيهم زملكاوي وفيهم اهلاويه جدا وبيشجعوا وبي... بمنتهى الحماس وبيشجعوا بمنتهى الانتماء ويبقى عندهم غيره جامده جدا جدا, جداً ل... كانك ب... يعني الاهلي والزمالك في الدول العربيه اعتقد يا كابتن لا آ... نجاح كبير بصراحه ودي حاجه تحسب للمنظومه اللي موجوده عشان زي ما احنا بيغلطوا بنقول لا بيغلطوا في مشاكل وعندنا واحد اتنين تلاته يتم حله لا دي نجاح وشايف ان ده اي حاجه فيها اهلي وزمالك ونسوقها بالشكل ده سواء كاس او سوبر اعتقد ده نجاح كبير جدا و... انا وكبتح... سعيد بصراحه اه بالظبط وكابتن حماده كمان الجوائز الماليه كبيره يعني اللي هيكسب ال... ال... هيكسب البطوله 350 الف دولار بالاضافه ل 500 الف دولار يعني 850 ألف, الف دولار كل فرقه واخده 100 الف دولار 100 أه المشارك المشاركه اه بس غير الفلوس اللي, اللي تاخد اتحاد الكوره الناشئه اتحاد الكوره 2 مليون دولار بالظبط لازم نعترف ان ان هو في حد ذاته قيمه المباراه وقيمه الناديين الموجودين فيها هو ده اللي خلى الدوله السوقيه تعلى زي, زي السعوديه طبعا الشقيقه بالنسبه لنا ان انت النهارده زي اسبانيا النهارده كاس اسبانيا بتلعب في السعوديه آه. فالنهارده انت بقت قيمتك النهارده كقيمه كاس مصر بيتلعب كاس السوبر على فكره مش كاس الملك او كاس السوبر, السوبر مكسب فرق اللي بتلعب الاربع فرق اللي كان اللي بيروح هناك بطوله قويه جدا وفرق طيب. كبيره جدا النهارده بتلعب في السعوديه فالنهارده ده النهارده لما تيجي تعالى برضه السوبر الايطالي بتلعب في السعوديه في برضو. السعوديه فالنهارده انت لما تنضم البطوله بتاعتك بطوله كاس مصر تنضم للبطولات ديت وتبقى موجوده في دوري السعوديه فدي حاجه طبعا حاجه محترمه جدا حاجه مشرفه جدا اتمنى بس في الاخر ان احنا نبقى قد الحدث أتمنى يعني إيه يعني النهارده المباراة فنيا أتمنى إنها تبقى مباراة كبيرة جدا ونستمتع بيها كلنا والوطن العربي لأن مش مصر بس اللي هتتفرج على المباراة كل الوطن العربي هيتفرج على في لعيبة دلوقتي كمان أسماء كبيرة جدا محترفة في الدوري السعودي هتبقى متواجدة وبتتفرج على المباراة دي بعد المباراة اللي كسب مبروك اللي خسر هارد لك ويبقى منظر حضاري النهارده بتبقى في الفتره اللي فاتت كمان العلاقات ما بين اداره الزمالك والاهلي اكيد وده على... هينعكس يعني ممتازه العلاقات هينعكس ممتازة. اكيد ممتازة. على الجماهير في في الملعب هينعكس على اللعيبه في في الملعب بعد المباراه الكلام ده كله المظهر الحضاري اللي, اللي احنا شايفينه دلوقتي هو طيب. ده اللي احنا عايزينه بعد المباراه ان شاء الله بس انا يا كابتن انت قصدي حضرتك جوه الملعب المستطيل ولا في المدرجات؟ لا في الملعب في لا بص أوه. بص على مستوى, مستوى, مستوى بص في صراحة صراحة طبيعي في مستوى طبيعي بص هي دي كره القدم الجماهير أه والشحن أوه. والكلام ده كله وهي دي متعه كره القدم بس اتمنى ان ما نخرجش عن المالوف يعني انت اه شجع فرقتك بشكل كويس، في الشحن اللي احنا بنشوفه والكلام ده كله، بس ما نوصلش ان احنا نجرح في بعض. عايزين دي نوصل دي للمرحله دي، انا انا كذا كذا سوبر حضرت وكريم سواء انا مع جهاز فني في نزهه او في مجلس اداره او الكلام ده كله، النهارده الجماهير قاعده في وسط بعض. بالظبط كنت لسه عايز يعني أرجع. موجوده طب ليه احنا ما نبقاش هنا بره كده؟ بره حاجه تفرح يا كابتن، انا بتكلم باللي بيوصل للجماهير، حاجه تفرح السوبر في الامارات انت ما فيش ده يعني الاهلي والمصري ده ما فيش مثلا اللي بتلعب <applause> في في الامارات <applause> في, المراب في, المراب في, المراب في المراب العين آه. في الامارات استاد العين تحديدا الجماهير الاهلي والمصري قاعدين وسط بعض آه. بعد كده في الجزيره الاهلي والزمالك مثلا الجماهير وسط بعض لا يعني طب ما احنا ماشيين كويس بس خلاص في قانون وهم عارفين الدنيا كلها متشافه وعارفين يعني الامور هتمشي بشكل كويس في بالكاميرات جوه الاستادات اه يعني انا احكي لك موقف حد زميلنا يعني فقد موبايله في ارض الملعب في الاحتفاليه والله في النجيله جابته يعني جابوه في النجيله جابه وهو بيقع اه انا كنت واقف هنا الدقيقه أه كده أه بالكاميرا رجع اه انا اهو جاب الموبايل وهو بيقع عارف سلو موشن كده والموبايل بينزل ونيجي لك ورجع الموبايل والله راح لقى في مكانه <applause> بمنتهى الامانه فانا بقول لحضرتك الجماهير لا ملتزمه جدا جدا وبيبقى شكلها كويس جدا جدا يفضل اللي كابتن حمد بيقول عليه ان اللعيبه تعرف تعرف قيمه الم... زي ما عارفه قيمه المباراه تعرف قيمه الحدث اللي هم فيه اكيد هنطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم عن فريق الزمالك نشوف استعدادات الزمالك فكر جوزيه جوميز مدرب الزمالك هيلعب ازاي يمكن امبارح أنا برضو اتكلمنا يعني في حوالي تسعة لعيبة في نادي الزمالك يعني ضمنوا مكانهم في التشكيل لكن هنشوف الباقي بقى مع كابتن حمادة أنور وكابتن محمد صلاح بعد الفاصل الزمالك هيلعب ازاي مباراة الأهلي فنياً وتشكيلة جوميز في مباراة الأهلي إن شاء الله. لسه برضه دلوقتي نازل خبر عن رضا سليم لاعب الاهلي يعني انا في بدايه الحلقه قلت اسمه ان هو موجود الاسماء اللي اختارها كولر عشان يسافروا بكره مع الاهلي الى السعوديه بس بيقولوا ان هو عنده بعض الالام في العضله الخلفيه وهيعملوا له اختبار طبي بكره قبل السفر يشوفوا يعني الاصابه هيقدر يلعب المباراه ولا ممكن ما يسافرش يعني رضا سليم شد برضه عنده الم في العضله الخلفيه الجهاز الطبي للنادي الاهلي هيحدد بكره هل الاصابه تقدر يعني تمنعه ولا يقدر يلعب المباراه طيب كابتن حماده واستاذ محمد صلاح يعني شايفين الزمالك ازاي اه الفتره اللي فاتت مع جوميز يعني الزمالك لعب مباراه ابو سليم الليبي كسب لعب الداخليه في الدوري اه كسب كان قبلها مع الاسماعيلي تعادل شايفين حاله الزمالك ازاي في مواجهه قويه مع الاهلي اللي هو الفريق المتجانس جدا ظروف الزمالك مختلفه شويه يعني الظروف مختلفه شويه يمكن لما الراجل لعب مباراه ابو سليم الليبي كريم لعب باللعيبه مش الجديده لعب باللعيبه القديمه كلها اللي هم قبل الاضافات اللي كانت موجوده تحس ان الانسجام بينهم كان مختلف يعني تحس ان الامور اللعيبه حافظه بعض اكتر التحركات في الملعب افضل ما بتدخل عليهم يعني اداء الزمالك بيتحسن بيتحسن الراجل من نوعيه وانا يمكن البرتغاليين كمان بالذات بيقاتلوا على النواحي الدفاعيه اكتر فهتلاقي الزمالك دفاعيا دلوقتي افضل، تبص تلاقي حسام عبد المجيد افضل مكان مع اوزوريو ظهر بشكل كويس، ليه؟ لانك انت النهارده بتلعب بنواحي دفاعيه منظمه في تنظيم بتلعب ب... اه بتلعب, مم. بتلعب بتنظيم بشكل كويس اوزوريو كانت الدنيا كلها مفتوحه اه ورق. بتلعب بتلاته والباك ليفت بيزيد فطبعا فطبع... كان في مساحات كتير جدا فبعض اللعيبه ما ظهرتش بشكل كويس، فانت النهارده <applause> الل... الل... الراجل بيلعب باربعه ممكن بقى ساعات بيلعب باثنين ديفندرات زي ما لعب قبل كده بروقه ولعب بدونجا ولعب بعبد الله السعيد لكن انا بقول المباراه دي ممكن تبقى الامور م... لا هي... لان هي ما نجحتش لما لعب بدونجا ولعب بالشحات لو تفتكر أه محمد اسماعيل شحات. ولعب بعبد الله سعيد ما الزمالك التوليفه ما كانتش ماشيه مع بعض م. لما طلع ما طلع شحاته وراح مخلي عبد الله ينزل لوسط الملعب ويستلم ويبتدي يشتغل شغل عبد الله سعيد وخلى اوباما بعد ما كان بيلعب فيرود وانا هفضل اقول اوباما ما ينفعش يلعب فرود. أوباما لازم يلعب تحت الفيرود أيه. عشان تقدر تستفيد منه. ودلوقتي حد ناصر منسي مهاجم. ما انا لسه بقول لك، فانت النهارده انا انا من وجهه نظري ان المباراه دي كمان يعني لو انا هتكلم على التشكيل الاقرب للزمالك لو احنا عايزين نتكلم انا بالنسبه لي عواد في حراسه المرمى. عواد مش صبحي؟ عواد، لان عواد اكثر خبره من محمد صبحي في المباريات دي, دي روح روح بيقولوا ان الراجل معجب بصبحي ان صبحي إيه بيبدا الهجمه من تحت بشكل كويس، بيبني الهجمه يعني. إيه تمام، بس انا بتكلم ان عواد عنده الـ 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 في مباريات الاهلي كمان بيبقى عنده الثقة وبيقدر ان هو يأدي مباراة كويسة جدا مع نازل ماكو يمكن شفنا صبحي في مباراة الزمالك اللي هي كانت خمسة ثلاثة على ما افتكر ما كان المباراة بالنسبة له قدم مباراة سيئة ما بقولش ان صبحي جول مثلا مش كويس لا بالعكس هو من خمسة اللي كان صبحي ولا كان ابو جبل كان صبحي أعتقد ابو جبل لا كان صبحي كان صبحي فأنا بكلمك في النقطة دي ان انت النهاردة عواد لما لعب بعد كده ظهر بشكل كويس جدا واكثر خبره والمباريات دي انا بقول لك المباريات دي محتاجه اللعيبه الخبره اكتر اللعيبه اللي عندها شخصيه اكتر اللعيبه اللي عندها ثقه في نفسها اكتر عمر جابر طبعا ناحيه الباك اليمين المسدوس حسام عبد المجيد الاثنين مساكين عوده فتوح حدة قوه لنادي الزمالك اكتر لانك انت النهارده كنت بتجيب الباك رايت تلعبه باك ليفت مش على عدلته حتى لما عمر كان بيأدي في الباك ليفت غير لما بتلعب لعيب بتقل فتوح وبقيمه فتوح في وسط الملعب. من وجهه نظر انه يلعب في وسط الملعب بدونجا وعبد الله السعيد الاثنين دول في وسط الملعب بيلعب قدامهم اوباما على شماله مصطفى شلبي على يمينه زيزو سنتر فرويد أنا, انا بالنسبه لي سيف الجزيري سيف الجزيري انا بالنسبه لي سيف الجزيري لعيب دولي لعيب لعيب عارف هو بيعمل ايه في المباريات ديت شخصيته بتبان بشكل كبير الميزه دلوقتي اللي موجوده so جوميز معجب بناصر منسي انا عارف لان مم. هو سنتر فرويد جوه ال 18 زي ما بنقول لكن انت النهارده في وجود ان عبد الله سعيد هينزل مع دونجا في نفس الوقت اوباما حب... حيكمل مع الجزيري الجزيري لما بيتحرك كتير يا كريم هتلاقي اوباما بيظهر بشكل كويس لانه هيفضل اوباما لكن م... ناصر منسي في حاله وجود ناصر منسي كسنتر فرود جوه 18 هو هيقفل على اوباما لان النهارده ما بيكون في سنتر فرود موجود في اتنين بيمسكوه هتلاقي يعني على طول هتلاقي واحد و واحد اوباما ممكن يكمل يبقى فرويد تاني جنب هيبقى في زحمه جوه لكن مم. لما الجزيري بيتحرك لبره بتبقى اوباما بيجي مش ممسوك بيبقى مش مراقب فبيفضل اوباما انه يجي في المكان دوت بشكل كويس <applause> فعشان كده انا بقول ان وجود لو هتلعب اوباما تحت السنتر <applause> فرويد انا بكلم ان سيف الجزيره هو يبقى الافضل مع اوباما لو بيلعب في الحته دي لكن <applause> انت لو لعبت اوباما سنتر <applause> فرويد مش هتقدر تستفيد منه بشكل كبير <applause> طيب محمد صلاح شايف الزمالك ازاي قبل ماتش الاهلي وتفكير جومز وهل انت متفق مع كابتن حماده في الكلام اللي قاله ولا مختلف شويه لا خليني اقول لحضرتك بس ان الصفقات الجديده الجماهير قبل المسؤولين مستنيين منهم شغل كتير جدا جدا جماهير الزمالك جماهير الزمالك مستنيه الصفقات اللي بصراحة المجلس عمل صفقات كويسة كان في تحرك بشكل كبير جدا أسامي اللي جات فيها أو عليها رضا كبير جدا جدا متفق تماما مع كابتن حمادة فيما يخص عواد تحديدا صبح اللي هيلعب المباراة لكن الأفضل عواد صبح الراجل يعني مقتنع بيه تماما لكن المباريات الكبيرة تحديدا تقول ان محمد عواد هو افضل في رايي محمد عواد دايما بيتظلم مع كل مدير فني بيجي الى انه بي يعني بيضطر مضطرا بيلعبه عواد بيكمل تحصل اصابه بقى او حاجه فعواد يقعد كابتن فترجع الموضوع من اول وجديد ليس تقليلا من صبحي بالمناسبه خالص لكن عواد بيقدم مستويات كويسه جدا جدا بيجي من بعيد بيشتغل بشكل كويس جدا جدا عنده من الخبره والهدوء و والموهبه في رايي يعني اه لا عواد اه افضل في المباريات الكبيره صبحي بيعمل مباراة كويسه جدا جدا لكن صبحي من الحراس كويسه هقول لحضرتك على حاجه كده من الخبره حارس المرمى ال ال يعني او تحديدا في مصر يعني خلينا نقول كده الكويس اللي الناس بتبتدي تثق فيه بيبقى بعد ال 30 يا كابتن لا عشان الخبرة والله بجد خبرات؟ يعني يقول لك الحارس نضج بعد ال 30 محمد صبحي مواليد 99 صغير, صغير, صغير محمد صغير في صغير الاخر محمد هيبقى يعني كام 26 سنة دلوقتي؟ مرمى مصر آه ومن الحراس اللي آه هو ومحمود جاد وفي مجموعة كبيرة جدا وبلعوطي مصطفى شوبير طبعا مصطفى مصطفى يمكن عنده ميزة كويسة جدا مصطفى يعني خلينا نقول هادي لكن هي بلغة الكورة بارد فدي كويسه جدا جدا في حارس المرمى ان انا ما بتاثرش يا كابتن بالاجواء ان انا عندي من الهدوء والكاسة ان انا اقدر اتعامل دي مش اعتقد يعني دي اول مباراه اهلي, أهلي وزمالك طبعا طبعاً, طبعا اه لكن هو لاعب الاصعب يعني في رايي نهائي افريقيا برده <applause> ما تبعدش يعني ما زيها زي, زي الاهلي والزمالك فدي ميزه اه صغير في السن لكن عنده الميزه دي محمد محتاج من الهدوء محمد صبحي <applause> بصراحه محتاج يهدى لإن المباراة زي ما قال بالظبط كابتن حمد بتاعت 5-3 ما كانتش بشكل كي. طيب بقيت بقى الخطوط في نادي الزمالك شايفها ازاي؟ اعتقد ان هيبقى في مشكلة اللي هياخد نص الملعب يا كابتن اللي هيستحوذ على نص الملعب هيكسب المباراة. مم. لو فكر الراجل يلعب باتنين هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. اتنين اه اثنين ديفندرات؟ اه اثنين يعني ديفندرات ما لعبش بثلاثة في نص الملعب هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا نادي الزمالك. اعتقد زي ما الكابتن قال ممكن يبقى أو. دونجا دونجا اه رؤى. ويبقى معاهم مثلا عبد الله اه يعني ممكن عبد الله مم. يعني حتى بخبرات عبد الله هيتعمل له 1000 حساب يعني مم. مش هيتساب فاعتقد لازم يلعب بثلاثه في نص الملعب عشان برضه امام عاشور طيب سريعا كده قبل ما نختم ان شاء الله تبقى مباراه قويه يوم الجمعه ما بين الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي لكن اختيارات كابتن حسام حسن النهارده عرفنا ان بيفكر في مصطفى فتحي محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز قبل كده جات لي معلومه ان هو عايز محمد مصطفى زيكو لاعب زد، يعني بدأ يختار عناصر جديده، مصطفى فتحي كان موجود قبل كده، كان محمد رضا بوبو في كلام على مصطفى زيكو، في كلام على محمد الشامي لاعب النادي المصري، اكتر من عنصر كابتن حسام حسن بيفكر فيهم، شايف يعني اختياراته ممكن تكون تدور حوالين مين؟ طبعا هو الاختيارات واختار هو افضل اللعيبه اللي موجوده كريم دلوقتي ويمكن ساعد ساعد الموضوع دوت ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن طارق الجهاز بالكامل متعايش في الدوري المصري وعارف مين اللعيبه اللي ممكن تنضم للمنتخب الفتره دي اللي الاسماء اللي اعلنها كلها لعيبه ماشيه بشكل معنا كويس هو لسه يعني يعني القائمين اللي, هم اللي محترفين الاسماء اه بس الاسماء المرشحه دي بتكتب المرشحة على اللت بس مش فيها مش يعني لكن احنا في نفس الوقت النهارده هو اكيد هياخد من حيث ما انتهى اللي قبليه يعني النهارده بنتكلم من لعيبه اللي انتهت الا بعض المراكز اللي ممكن هو يغير يعني فيها يعني كابتن حسام مش هيعمل تغيير كتير في القائمه انا بقول لا بشكل كبير لا لان انا لسه داخل لسه لازم أبتدي من حيث ما انتهى فيتوريا ويبقى عندي إضافة طيب محمد صلاح سريعا انا عشان اعتقد الوقت خلص في في, في مفاجات كبيره جدا في قائمة في, في القائمه الاوليه يعني مين؟ في عدد كبير جدا لا الاولويه الاوليه دي اللي هي 50 اسم اعتقد ان الكابتن حسام هيبقى حريص جدا جدا يبقى على الاقل في اسم جديد يعني مركز حسام حسن اه يعني ممكن ما يبقى في ما فيه خالص اه مركز حسام حسن عشان زي مين يعني وارد جدا جدا يكون زيكو وارد جدا يكون بوب بوب ما هم الاثنين دول يعني في كلام عليهم جدا جدا يكون زيكو كويس. وارد جدا يكون بوب هيكون واحد في القايمه دول موجود يعني عشان يبقى ملكه حسام حسن زي ما كيروش جه فقلنا اسامي زي ما فيكتوريا في الاخر قلنا تمي. اسامي طيب توقعك للاهلي والزمالك كم كام؟ لا صعب قوي ده لا مش صعب صعب, أوه قوي قوي أو ده, ده كان... توقع طب اتفضل كده كم... انت جيت جد... في دي سعيد الاول كابتن بسرعه كابتن عشان الوقت بس ها مباراه صعبه لكن انا بتوقع الزمالك يكسب اتوقع على الاهلي هيكسب الاهلي هيكسب. يكسب الزمالك يكسب الاهلي انا بس يا كريم قبل ما تختم انا عايز اشكر اتحاد الكوره على إنه هو عمل الديل بتاع نهائي كاس مصر في السعوديه زي ما الناس اللي بالك انا اول واحد قلت في مصر ان الكاس هيتلعب في السعوديه أيوه. من ثلاث شهور كانت جات لي معلومه كده انا بشكرهم فعلا زي ما مم. ننتقد الناس لا لازم نشكرهم ان هم عملوا ديل وحاجه محترمه بالشكل ده اشكرك كابتن حماد اشكرك اشكرك كابتن محمد صلاح جدا الله يخليك نورتني ومبروك نجاحك في انتخابات رابطه النقاد الرياضيين بشكر كل طاقم العمل ونتقابل على خير بكره ان شاء الله